بدي لك اكس اوف تي واطلب منك تحسب اكس اوف كي. فلو اديت لك اكس اوف تي هي الجيفن، هتجيب اكس اوف كي. تجيبها ازاي؟ بالتكامل ده، واحد على السايكل تكامل على 1 سايكل، اكس اوف تي اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي. او مساله اخرى، اديت لك اكس اوف كي، فلو اكس اوف كي هي اللي جيفن وعايز تجيب اكس اوف تي، هتطبق المعادله اللي تحت اللي هي اكس اوف كي اي اس جي كي اوميجا نوت تي تحت السميشن. فالمعادله اللي فوق تاخدنا من التايم دومين تودينا الفريكونسي دومين، والمعادله اللي تحت تاخدنا من الفريكونسي دومين تودينا التايم دومين. ده كده ملخص اللي احنا قلناه من اول الشابتر، وكل الحاجات التانيه مجرد اكزامبلز تريننج كده. بنقعد نعمل ايه؟ اكس اوف تي، طب هات لي اكس اوف كي، قال لي اكس اوف كي، هات لي اكس اوف كي. هل يا ترى الصوره دي واضحه عند الكل ولا في حاجه غامضه او مش واضحه؟ تمام يا دكتور. تمام. واخر اكزامبل كنا عملناه المحاضره اللي فاتت هو الاكزامبل دوت، اللي هو كان عندنا سكوير ويف قيمتها بواحد من ناقص تي نود لحد تي نود، بعد كده بتبقى بصفر وبترجع تاني تبقى بواحد وهكذا. خليني حتى اعيد الاكزامبل ده بسرعه. انا كنت عايز ابدا من بعده لكن ما جراش حاجه كتذكره، بس خليني كده نعيده من الاول. اول سؤال، هل اكس اوف تي دي بتتكرر ولا ما بتتكررش؟ تتكرر. تمام، يبقى محتاجين نعرف البيريود بتاعتها بكام والفاندمنتال فريكونسي بكام. فنفكر كده مع بعض، عشان اجيب البيريود او الفاندمنتال فريكونسي محتاج اشوف نقطتين ماشيين زي بعض. يعني ايه؟ يعني هنا السيجنال بتاعتنا طالعه من صفر لواحد، هنا كمان السيجنال طالع من صفر لواحد، فيبدو ان النقطتين دول شبه بعض. فخلينا نشوف المسافه اللي ما بين النقطتين دول قد ايه، لان هي دي السايكل. السايكل هي المسافه ما بين نقطتين بيتكرروا. فبناء كده على الوصف دوت، يبقى المسافه دي بكام؟ تي. مظبوط، المسافة دي فعلا كابيتال تي. أو ممكن نشوف نقطتين تانيين برضو بيتغيروا ان فيز، يعني النقطة دي بتبقى فولينج ايدج، السيجنال كانت واحد نزلت صفر، كمان دي زيها كانت واحد نزلت صفر. ولو جينا قسنا المسافة ما بينهم، خلينا برضو كده نرسم خط هنا كده وخط هنا كده، هتلاقي هنا دي اسمها تي نود وهنا دي اسمها تي زائد تي نود، يبقى بينهم مسافة قد ايه؟ تي برضو تي. بالظبط. فكده عشان بس كان في ناس متلخبطة المرة اللي فاتت وقالت لي السايكل هي تي نود، لا، عشان نحسب السايكل هنشوف نقطتين ان فيز مع بعض. يعني ان كان الناقص تي نود ديت والتي ناقص تي نود نقطتين ان فيز زي بعض، او التي نود والتي زائد تي نود. فيبقى اول جزئيه هنا ان البيريود بكابيتال تي، وبالتالي الفاندمنتال فريكونسي بتساوي 2 باي على كابيتال تي. يا ترى اول جزئيه دي واضحه ولا فيها مشكله؟ واضحه يا دكتور. ثاني حاجه بس، هو مش انا بقول ان البيريود بتاعتي بقول تي بلس تي نود ماينس تي نود عشان احسبها ولا ايه؟ يعني هتاخد، ان لو انت بتتكلم على الحته المتلونه بالازرق ديت، هيبقى تي ناقص تي نود ناقص ناقص تي نود فيطلع كابيتال تي، او هنا تي زائد تي نود ناقص تي نود فيطلع كابيتال تي. هتشوف اي نقطتين ان فيز بيتغيروا مع بعض. تمام دكتور. النقطة الثانية، السيجنال دي كونتينوس تايم مش كده؟ يعني هي كونتينوس في التايم، فاقدر اطبق عليها الفورير سيريز بتاعي. كويس، هو هنا مديني اكس اوف تي وعايز يحسب اكس اوف كي، يبقى اكس اوف كي احسبها ازاي يا شباب؟ واحد على كابيتال تي التكامل على 1 كومبليت سايكل اكس اوف تي اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي دي تي. ولما نيجي نكمل على كومبليت سايكل اكمل من فين لفين؟ حد كده يساعدني يقول لي.
احنا ممكن من نيجاتيف تي نود لحد تي ناقص تي نود مثلا. ممتاز، ممكن اكامل فعلا من ناقص تي نود لحد تي ناقص تي نود. هل ممكن اكامل من تي نود لحد تي زائد تي نود؟ ممكن عشان هما نفس الفيز فسايكل كامله. بالظبط، ممكن اكامل من ناقص تي على الاثنين لحد تي على الاثنين. ممكن اي كومبليت سايكل هتمشي الموضوع معايا كويس. يبقى واحد على كابيتال تي في من ناقص تي نود، لما تبص كده معايا من ناقص تي نود لحد تي نود السيجنال قيمتها بكام؟ واحد. يبقى هكامل واحد في اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي تي. طيب زائد التكامل من تي نود لحد تي ناقص تي نود اللي هو بقية الانترفال، الفانكشن في الانترفال دي بكام؟ زيرو. بزيرو، يبقى هكامل زيرو دي تي في الجزء ده كله بقى بصفر خالص. يبقى اكس اوف كي بتاعتنا هي واحد على تي، ونحسب التكامل ده. لما كامل الكلام ده تي دي تي يبقى هقسم على كام؟ ناقص جي كي اوميجا نود. بعد كده يتفضل جوه اي اس ناقص جي كي اوميجا نود، وعوض بحدود التكامل يبقى اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي نود ناقص، اعوض بالحد اللي تحت يبقى اي اس زائد جي كي اوميجا نود تي نود. لو جينا دققنا شويه هتلاقي التيرم اللي جوه ده يطلع ايه؟ ساين في جي ما تنسوهاش، ناقص 2 جي ساين كي اوميجا نود تي نود. والترم اللي بره دوت هيبقى ناقص جي كي، هيبقى عندك اوميجا نود مضروبه في تي بكام؟ اوميجا نود في تي اثنين باي، يبقى عندك هنا اثنين باي. ويبقى ده المنظر بتاعنا. يبقى اكس في كي بتساوي هتلاقي الناقص مع الجي مع الاثنين هتروح مع الناقص الجي اثنين، ويتفضل هنا فوق عندنا ساين كي اوميجا نود تي نود، وتحت هيتفضل عندنا باي في كي. خليني اكتب الكلام ده على شكل ساين، شكل سينك. عارفين السينك فانكشن بتبقى عامله ازاي؟ ساين وفوق عايز باي في حاجه مش كده؟ فنحول باي كي اوميجا تي نود على باي، فانا كده ضربت في باي وقسمت على باي، وتحت عايز باي في نفس الترم اللي فوق. فكده الترم ده ناقص له ايه عشان يكمل زي اللي فوق؟ اوميجا نود تي نود على باي. تي نود على باي، يبقى هضرب هنا كمان في اوميجا نود تي نود على باي، وكده انا ما غيرتش حاجه. فيطلع الشكل بتاعنا اوميجا نود تي نود على باي في ساين، في سينك بقى ساين باي اكس على باي اكس هو سينك اكس، يبقى سينك كي اوميجا نود تي نود على باي. هل حد عنده مشكلة في الخطوات دي يا جماعة؟ تمام. طبعا خليني بقى ريبليس اوميجا نود ان هي 2 باي على كابيتال تي، وهنا يكون في تي نود على باي، وهعمل نفس الموضوع جوه السينك كي الاوميجا نود هي 2 باي على تي، وهنا في تي نود على باي، فهتلاقي الباي راحت مع الباي، ويتفضل هنا كام؟ 2 تي نود على كابيتال تي في سينك كي 2 تي نود على كابيتال تي. وده كده الشكل بتاع اكس اوف كي.
اللي كنا وصلنا له المحاضرة اللي فاتت. حد عنده مشكلة مع الشكل ده يا شباب؟ دكتور اتفضلي يا باشمهندس. هو ال في الخطوة اللي هي رقم 3 الباي اللي هي كنا ضربناها فوق راحت فين؟ عشان انت عارفه ان الديفينيشن بتاع السينك اكس هو ساين باي في اكس على باي في اكس. فيبقى ساين باي اكس على باي اكس يبقى هشيل الباي لك تسميه سينك اكس على طول من غير الباي. شكرا يا باشمهندس. طيب اي اسئله اخرى يا شباب؟ تمام. طب الاثنين تي نود على تي نديها اسم اسهل شويه. لو بصينا كده هو الوقت اللي هو السيجنال بتقعد فيه هاي قد ايه؟ الوقت اللي السيجنال بتقعد فيه هاي قد ايه؟ من تي نود. من تي نود مظبوط. طيب فاتنين تي نود على كابيتال تي هو النسبة ما بين التي هاي على السايكل الكاملة، مش كده؟ نسبة التي هاي على السايكل الكاملة ده بيسموه الديوتي سايكل. او انا هسميه دي وخلاص، انا اويلت ان 2 تي نود على تي اسمها دي عشان بس اسهل الاكسبريشن بتاعها شويه. يبقى اكس اوف كي بيساوي الديوتي سايكل ديت في سينك كي في الديوتي سايكل. ليه عملت كده؟ عشان اسهل على نفسي حاجه كده هنشوفها دلوقتي. واماكن بقى الزيرو كروسنج بتاعتنا فين؟ يا شباب اماكن الزيرو كروسنج بتاعت اكس اوف كي بتحصل فين؟ لما كي بتساوي اي انتجر يعني لما لا في الديوتي سايكل. ايوه بالظبط كده، لما الكي في الديوتي سايكل تساوي بلس ماينس واحد بلس ماينس اثنين بلس ماينس ثلاثة وهكذا. فده جه منين؟ ان احنا اتعلمنا مع دكتور وجدي ان سينك اكس يساوي صفر لما الاكس تساوي زائد ناقص واحد زائد ناقص اثنين زائد ناقص ثلاثه، فالاكس على بعضها هي الكي في الديوتي سايكل. خلينا بقى كده نحاول نرسم السينك فانكشن بتاعتنا ديت ونرسم قصادها السيجنال في التايم دومين. فلو ده التايم دومين ونرسم 1 سايكل من السيجنال بتاعتنا العرض بتاع الحتة دي اللي هو تي هاي اللي هو 2 تي نود، وادي 1 complete cycle اللي هي capital T. وهنا في frequency domain عندنا sync function، وطبعا عرفنا ان sync صفر وواحد. وهنا في frequency domain بنشتغل مع اوميجا، وادي السينك بتاعتنا هرسمها منقطه لان هي اصلا هتطلع هي ديسكريت زي ما اتفقنا في الفوريير سيريس السبيكترم بيطلع ايه ديسكريت. بس خلينا نرسمها منقطه فور ناو، وهتلاقي اللي عند الصفر السينك عند الصفر بكام؟ عند كي بصفر السينك بواحد، ويبقى هنا القيمه بتاعت ده الديوتي سايكل دي. أماكن الزيرو كروسنج بتحصل فين طيب؟ أول زيرو كروسنج ده يحصل فين؟ اتنين تي نود على تي. لما لما الكي دي بتساوي زائد ناقص واحد، يعني لما الكي بتساوي دي واحد على دي. واحد على دي دي اللي هي تي على اتنين تي نود، مش كده؟ صح كده يا شباب؟ تمام. كذلك هنا هيبقى ده ناقص واحد على دي اللي هو ناقص تي على اتنين تي نود.
الزيرو كروسنج التاني خلينا اقول اسمه كي احسن، هيبقى اتنين على دي، وهنا الزيرو كروسنج ده هيبقى ناقص اتنين على دي وهكذا. والديوتي سايكل اللي ما ننساش هي اتنين تي نود على كابيتال. فمن هنا تعلمنا المحاضرة اللي فاتت ان كل ما الديوتي سايكل تكبر، يعني العرض بتاع البلس ده يزيد، يمشي كده ويمشي كده، السينك في الفريكوانسي دومين يجرالها ايه؟ الزيرو كروسنج بتاعنا هيقل، فالسينك هتضيق هتمشي كده كويس. وبالعكس هعملها بقى بلون تاني، بلون اخضر، لو الديوتي سايكل صغرت معنى كده ان حاسم بالاخضر هو نفس اللون، ان الارتانجولار بالس في التايم هتضيق، فتلاقي في الفريكوانسي الواحد على دي تكبر، فتلاقي السينك يجرها ايه؟ تبدأ توسع كده. كان دي علاقة مهمة قوي، ان لما السيجنال في التايم دومين تبقى مضغوطة في الفريكوانسي دومين توسع، ولو في الفريكوانسي دومين وسعت في التايم دومين تبقى مضغوطة. ده كده ملخص اللي احنا قلناه so far في الاكزامبل ده وفي الفورير سيريز بوج. لو حد عنده اي اسئله لو سمحت احب اسمعها، لو في حاجه غامضه او مش واضحه احب اسمعها. دكتور بعد اذنك اتفضل. واحد واحد اتفضل يا باشمهندس. هو في المساله عموما يعني هيجي يطلب مننا بس ان احنا مثلا نجيب له الاكس اوف كي، ومثلا الحاجات اللي مثلا لو طلب مننا السينك ريفرنس سينك او السينك نفسها، ده كل مطلوب مثلا وديوت سايكل الحاجات دي الحاجات اللي ممكن تطلب. يعني هجيب لك سيجنال اكس اوف تي، طب هات لي السبيكترم بتاعها، طب لو ينفع يترسم يرسمه لي. والنهارده هنتعلم شويه حاجات تانية، هنتعلم بس سلايد واحده هتيجي في الامتحان، الباقي مش هيجي في الامتحان. يعني فاضل لي بس سلايد اشرحها النهارده واوصل خط من الامتحان لحد هنا. تمام. فاه هيبقى السؤال مني حاجه زي كده، هجيب لك اكس اوف تي واطلب منك اكس اوف كي، او اكس اوف كي واطلب منك اكس اوف تي، واطلب منك تحسب الباور. هنتعلم حسبه الباور دي النهارده في الدقيقه، وهرسم خط يبقى ده جاي لحد الامتحان اللي هيتشرح بعد كده مش داخل في الامتحان. تمام. وفكروني قبل ما نخلص المحاضره النهارده نتكلم شويه على الامتحان. ماشي دكتور. اتفضل يا باشمهندس. ينفع احل مسائل فورير بالصوره بتاعه الساين والكوزاين والافريج؟ هو غالبا اللي بنطلبه اكس اوف كي، يعني غالبا لو السؤال ما حددش اعمل اللي انت عايزه، لكن لو السؤال حدد عايز اكس اوف كي او باستخدام الاكسبوننشال فورم هتضطر تحل بالاكسبوننشال فورم. هي مش الاكس اوف كي ممكن اجيبها من الاي ان والبي ان؟ بالظبط، وده هنشوفه النهارده ان شاء الله. تمام. طيب. دكتور لو سمحت، هو اللي احنا استنتجناه ده كده لليوني بولر، هل هيفرق لو كانت باي بولر ولا لا؟ ان جنرال هتبقى سينك، جايز الدي سي كومبوننت هتختلف شويه، فممكن تحل انت المساله مره اخرى لو فيها فوق وتحت، فيها بوزيتيف ونيجاتيف، حسب هم قد ايه وحسب التايم قد ايه هتتغير قيم المسألة، بس برضه تطلع سينك في الآخر يعني. دايما لما بتبقى ريكتانجلر بولس بتطلع سينك، جايز بس هيزيد عليها حتة عند الدي سي تطلع شكل امبلس، يعني ليها تصرف يعني. تمام، شكرا دكتور. أي أسئلة أخرى يا شباب؟ تمام. الجزء بقى اللي هو السلايد الوحيدة اللي هشرحها النهاردة داخلة في الامتحان هي حاجة اسمها Parseval Relationship. ايه Parseval دوت؟ Parseval ده بيقول ان يا جماعة الـ Average Power بتاعة السيجنال نقدر نحسبها مرتين، مرة من الـ Time Domain ومرة من الـ Frequency Domain. طيب يعني انا دلوقتي لو عندي سيجنال X of T وعارف ان السيجنال دي بتتكرر،
وليها period capital T وليها fundamental frequency omega نود 2 باي على capital T. لو عايز اجيب لها average power، الـ average power بتتحسب ازاي؟ اخدنا في السيركتس او اخدنا في مواد اخرى ازاي احسب الـ average power، مش كده ولا مخدناش؟ اخدنا دكتور. كويس، ايه المعادلة بتاعتنا؟ 1 over t تكامل على البيريود كلها وبعد كده الـ v squared t. ممتاز. هنا الـ v squared بتاعتنا هي x، فهقول magnitude x of t square dt. فكده انا حسبت الـ average power بتاعتي في الـ time domain، خدت x of t magnitude square كملتها على 1 cycle dt وقسمت على طول السايكل. فادي كده اول معادله فوق اللي هي الافرج باور محسوبه من التايم دومين. فالكلام ده كده ان تايم دومين. جي بارسيفال قال لك طيب بما ان الفوريير سيريز اخذ السيجنال اكس اوف تي من التايم وادها الفريكوانسي وان الاثنين ريبريزنتيشن ايكويفالنت لبعض، يبقى كمان لو حسبنا الباور في الفريكوينسي دومين المفروض تطلع هي هي. يبقى انا نفس السيجنال لو بصيت لها في التايم دومين وحسبت لها الباور، المفروض لو رحت الفريكوينسي دومين وحسبت لها الباور تطلع هي هي. طيب حسب لها الباور ازاي؟ اخد ماجنتيود اكس اوف كي سكويرد واكس اوف كي ديسكريت زي ما قلنا، وقعد يجمعها على k من ناقص ما انهي ما انهي. يبقى لما اخد x of t طبق عليها ال continuous time Fourier series طلع x of k، x of 0 x of 1 x of 2. فبارسيفال قال لك تمام، يبقى ال average power كمان اقدر احسبها كده، هاخد magnitude x of k squared واعمل لها summation على كل ال k من ناقص ما انهي ما انهي. والمفروض ان الافرج باور اللي حسبناها من التايم دومين دي اللي هي اللي فوق هي هياها هتطلع معانا من الفريكوينسي دومين، يعني الاثنين دول ايكوال لبعض. وهي دي بارسيفال ريليشن او بارسيفال ثيوري، بيقول كده ببساطه ان الافرج باور اللي محسوبة من التايم دومين تساوي الافرج باور المحسوبة من الفريكوانسي دومين. تمام؟ هل الفكرة دي واضحة يا جماعة؟ ايوه يا دكتور. تمام. فدي اللي اسمها بارسيفال ريليشن. ولو تأملنا كده شوية خلينا نروح الصفحة دي نعمل كده. يبقى أنا دلوقتي الـ x of k بتاعتي بتتفك في k من ناقص ما نهاية إلى ما نهاية، يعني في x of 0 دي اللي بتعبر عن الـ dc component، وفي x of 1 و x of negative 1 وفي x of 2 و x of negative 2 و x of 3 x of negative 3 ماشيين كده لحد الناقص ما نهاية ولحد ما نهاية، مش كده؟ طيب بارسيفال عشان يحسب الباور عمل ايه؟ اخد ماجنتيود ال x of k squared، مش كده؟ طيب يبقى واخد هنا ماجنتيود x of 1 squared وماجنتيود x of 2 squared وماجنتيود x of 3 squared وقعد يجمعهم مع بعض لحد ما نهاية، وكمان هنا الناحية التانية لحد الناقص ما نهاية. ده اللي عمله بارسيفال. طيب يبقى لو احنا حبينا ندقق شويه في المعادله دي، يبقى x of 0
الكل سكوير دي بتعبر عن ايه تفتكروا في وجهة نظركم؟ بتعبر عن ايه؟ الباور بتاع الدي سي. بالظبط دي الباور اللي في الدي سي كومبوننت. لان x of 0 هو الدي سي كومبوننت ويبقى الماجنيتيود x of 0 سكوير دي الباور اللي في الدي سي. لو جينا بصينا على الترم ده x of 1 magnitude square زائد x of ناقص 1 magnitude square. لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان negative frequency في حد ذاتها ملهاش معنى، لكن لما نجمعها مع positive frequency تدينا ايه؟ تدينا ال frequency الحقيقية اللي هي بتاعت الساين او الكوزين. يبقى اكن x1 magnitude squared زائد x ناقص 1 magnitude squared دي الباور اللي في ايه؟ اللي موجودة عند اول frequency. عند اول frequency اللي هي الفاندمنتال مظبوط، اللي هي اوميجا نوت. ولو جينا بصينا على الترم اللي بعده اللي هو x of ناقص 2 magnitude square و x of 2 magnitude square، أكن الترمين دول مع بعض يعبروا عن إيه؟ باور الاثنين أوميجا. السكند هارمونيك. بالضبط الباور اللي موجودة في السكند هارمونيك. اللي هي الاثنين أوميجا نوت وهكذا. يبقى دلوقتي لو جيت سألتك وقلت لك الباور في الدي سي بكام؟ تقول لي الباور في الدي سي هي ماجنتيود اكس اوف 0 سكوير. طب لو سألتك الباور في الهارمونيك رقم كي تقول لي بكام الباور في الهارمونيك رقم كي؟ تقول لي هي ماجنتيود اكس اوف كي سكوير زائد ماجنتيود اكس اوف ناقص كي سكوير، تاخد البوزيتيف والنيجاتيف فريكونسي. يبقى عايز الباور في السكند هارمونيك يبقى x of 2 سكوير زائد x of ناقص 2 سكوير. عايز الباور في الهارمونيك رقم 5 يبقى x of 5 سكوير زائد x of ناقص 5 كل سكوير. تمام؟ فبالتالي بارسيفال عمل لنا حاجتين. ساعدنا نجيب الباور في كل هارمونيك لوحدها، وساعدنا كمان نحسب التوتال او الافرج باور من التايم دومين، واثبت لنا ان هي بتساوي التوتال باور من الفريكوانسي دومين. هل حد عنده مشكله في الخطوات دي يا جماعه؟ دكتور هو لما جاب الفريكوانسي دومين يعني يعتبر كان بيعوض بالقانون مثلا بتاع الاكس اوف تي، فجاب منه القانون اللي تحت ولا عمل ايه بالظبط؟ ليه إثبات؟ لو أنت interested في الإثبات ممكن نشرحه بس بعد المحاضرة عشان هو طويل شوية، لكن قانون بارسيفال ليه إثبات. تمام شكرا دكتور. غالبا الإثبات زي ما أنت وصفت كده، هو عوض عن الـ x of t اللي هي summation x of k equals j k omega nu t، وعوض ضرب الـ two summations في بعض وبدل الـ summation مع التكامل، حتى كده طويلة شوية، لكن وصل في الآخر للقانون تحت ده ليها إثبات. شكرا دكتور. طيب في اي اسئلة في الجزئية دي يا شباب سو فار؟ طيب خليني اخد بقى الاكزامبل الاخير اللي احنا عملناه مع بعض دوت ونكمل عليه. يعني انت حد كان بيسألني من شوية السؤال في الامتحان عامل ازاي، هيبقى عامل كده. هقول لك ادي x of t، هات x of k، طب جبت x of k هات لي الباور. ف لو كملنا على الاكزامبل اللي فات، ادي اكس اوف كي اللي احنا استنتجناها خلاص من الاكزامبل اللي فات، وخلينا افترض ان في الاكزامبل ده ال 2 تي نود على تي بتساوي نص مثلا، يبقى الاكس اوف كي بتساوي نص سينك كي على 2. طيب يبقى دلوقتي كده حد بقى يساعدني، لو حد معاه آلة حاسبة كده يجهزها ويساعدني لو سمحتوا. يبقى x of 0 بتساوي كام؟
احنا عارفين سينك صفر بواحد يبقى اكس اوف زيرو بيساوي كام؟ يبقى نص. يبقى الباور في الدي سي كومبوننت بتساوي كام؟ ماجنيتيود اكس اوف زيرو الكل سكويرد بتساوي ربع. كويس. الاكس اوف 1 تساوي كام؟ نص سينك نص. حد معاه على حسبه يحسب لي نص سينك نص يطلع بكام؟ عشان ما ننساش سينك نص ده اللي هو ايه؟ ساين باي نص على باي نص. بالظبط ساين باي على 2 على باي على 2. كويس يطلع بكام دوت؟ باي اوفر 4. باي اوفر 4 هو ساين باي على 2 بكام؟ 1 مش كده؟ كويس يبقى 1 وعندك 2 تحت ال 2 تروح مع ال 2 يطلع 1 على باي صح كده ولا انا بتهيألي؟ صح تمام. و x of ناقص 1 تساوي كام؟ يبقى نص سينك ناقص نص. احنا عارفين ان السينك فانكشن مالها even function مش كده؟ يبقى سينك ناقص نص هو سينك نص فيطلع الكلام ده بواحد على باي برضه. طيب من الاتنين دول نعرف نجيب الباور في الفيرست هارمونيك ولا ما نعرفش؟ ايه شباب بكام الباور في الفيرست هارمونيك؟ نجمعهم اكس اوف واحد ماجنتيود سكويرد زائد اكس اوف ناقص واحد ماجنتيود سكويرد. هاخد كل واحده لوحدها هاخد لها ماجنتيود سكويرد واجمعهم بعد كده يبقى واحد على باي سكوير زائد واحد على باي سكوير فيطلع اتنين على باي سكوير. معايا كده يا شباب؟ طيب اكس اوف اتنين تساوي كام؟ نص سينك كام؟ اتنين على اتنين. سينك واحد بكام يا شباب؟ صفر مش كده؟ مش سينك واحد وسينك اتنين وسينك تلاتة وسينك اي انتج يطلع بصفر. طيب اكس اوف ناقص اتنين تساوي كام؟ نص سينك ناقص اتنين على اتنين يطلع برضو بصفر. يبقى من هنا اقدر احسب الباور في السكند هارمونيك تطلع بكام؟ ماجنتيود اكس اوف اتنين سكوير زائد ماجنتيود اكس اوف ناقص اتنين سكوير فتساوي صفر زائد صفر. معايا كده يا شباب؟ هو الصمت ده مش كويس، في حاجة غامضة؟ في حاجة صعبة؟ أنا تمام يا دكتور. طيب معلش أنا هطول كمان وأحسب واحدة كمان بعد إذنكم. إكس أوف 3 وحد معاه آلة حاسبة يساعدني، يبقى إكس أوف 3 بتساوي كام؟ نص سينك 3 على 2. بكام بقى نص سينك 3 على 2 دوت؟ هو نص ساين 3 باي على 2 وهنا تحت 3 باي على 2. حد كده يساعدني يطلع بكام دوت؟ ناقص 1 على 3 باي. تمام ناقص 1 على 3 باي وهتلاقي اكس اوف ناقص 3 هو نص سينك ناقص 3 على 2 السينك ايفن فانكشن يطلع ناقص 1 على 3 باي. يبقى اقدر احسب الباور في الثيرد هارمونيك. احسبها ازاي؟ ماجنيتيود اكس اوف 3 سكوير زائد ماجنيتيود اكس اوف ناقص 3 سكوير يعني هتساوي 1 على 9 باي سكوير زائد 1 على 9 باي سكوير يساوي كام؟ 2 على 9 باي سكوير. ولو جيت حسبت الباور في 4 يطلع بصفر وخمسة يطلع لها قيمة وهكذا. طيب هل حد عنده مشكلة في الخطوات دي سوفر؟ تمام يا دكتور.
طيب يبقى انا ممكن كده السؤال يجي عامل ازاي؟ اقول لك ادي اكس اوف تي، هات لي اكس اوف كي. خدنا اكس اوف كي، اقول لك هات لي الباور في الدي سي، الباور في الفيرست هارمونيك، الباور في السكند هارمونيك اند سو. وممكن كمان اسالك السؤال بشكل مختلف، اقول لك طب هي بكام التوتال باور؟ بكام الافرج باور توتال؟ هي 1 على تي التكامل على 1 سايكل ماجنيتيود اكس اوف تي سكوير دي تي، مش كده؟ يبقى 1 على تي. ولو رجعنا بصينا على الشكل بتاع اكس اوف تي اللي كنا بنحسب بيه اصلا، شكلها عامل كده. يبقى التكامل على 1 سايكل ممكن امشي من فين لفين؟ من ناقص تي نود لحد تي ناقص تي نود، مش كده؟ من ناقص تي نود لحد تي نود السيجنال بواحد، الواحد سكوير يبقى بكام؟ بواحد. يبقى هتكامل واحد سكوير زائد في الانترفل دي السيجنال بصفر، يبقى انت هنا هتكامل من ناقص تي نود الى تي نود السيجنال بتاعتنا قيمتها بواحد سكوير دي تي، فيطلع 2 تي نود على تي، صح كده يا شباب؟ لما تكمل الواحد دي تي يطلع، نعم؟ صح كده يا باشمهندس ولا ايه؟ اه بقول تمام يا دكتور. تمام، طيب يجي بقى السؤال المطروح. احنا اتفقنا ان 2 تي نود على تي كانت بكام في السؤال بتاعنا؟ احنا افترضناها ب 2 مش كده؟ أو يعني هي جايبن في السؤال بنص نص. يبقى التوتال باور بتاعت السيجنال بتاعتنا بتساوي نص. طيب لو جيت بقى قلت لك اجمع لي الباور اللي في الدي سي زائد الباور اللي في الفيرست هارمونيك زائد الباور اللي في السكند هارمونيك زائد الباور اللي في الثيرد هارمونيك، وشوف لي دول بالنسبة للتوتال باور يساوي كام؟ التوتال باور بنص. طب والباور في الدي سي طلعت بكام معانا؟ بكام؟ ربع. 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 يبقى حاجة تحت كده أول ترم عندي ربع. زائد الباور في الفيرست هارمونيك طلعت بكام؟ 2 على باي تربيع. تمام، 2 على باي سكوير. والباور في السكند هارمونيك طلعت بصفر. والباور في الثيرد هارمونيك طلعت ب 2 على 9 باي سكوير. حد كده يجمع لي بقى ويقول لي النسبة دي كام في المية؟ 95%. 95%، ممتاز. يبقى أول ثلاثة هارمونيك الدي سي والفيرست والسكند والثيرد مستخبي جواهم 95% من الباور اللي في السيجنال. فمثلا لو أنت عندك أبلكيشن وبتسأل سؤال يا ترى أحجز باند ويتس قد إيه؟ عشان ابعد 90% من الباور. يعني انت ممكن تكون محتاج يكفيك انك الابلكيشن ده عشان يشتغل صح انك عايز تبعد 90% من الباور كفايه. فيجي السؤال طب احجز باور قد احجز باند ويتس قد ايه عشان تكفي اني ابعد 90% من الباور. يبقى هعمل ايه يا شباب؟ هحسب الباور في الدي سي والفيرست والسكند والثيرد اجمعهم، واول ما المجموع يعدي 90% يوقف، مش كده؟ طيب خلينا كده نجرب. لو جمعنا الباور دي سي والباور واحد والباور اتنين بس على الافريج باور يطلع كام في المية؟ 2 على π² + 0.5 يطلع كام في المية دول؟
90.5. حلو قوي. يبقى لو السؤال في الامتحان جه يا جماعه عايزين نختار الباندكس اللي يكفي ان ابعت 90% من الباور، يبقى اجابه السؤال ده اختار باندكس لحد فين او ابعت هارمونكس انهي هارمونكس اللي تتبعت؟ دي سي والاولى والثانيه. الدي سي الاولى الثانيه بصفر كده ولا كده، يعني لو تاخدي بالك الثانيه بصفر فمش محتاج احجز لها باندويتس. يبقى انا لو بعت الدي سي الاولانيه بعت 90% من الباور وده يكفي الابلكيشن بتاعي، لكن لو في ابلكيشن اخر عايز 94% من الباور يبقى لازم اعمل ايه؟ اوصل للرقم 3 بالظبط. فهو ده التيبيكال كويستشن في الامتحان، ادي سيجنال x of t، هات لي x of k، طب الباور في الفيرست هارمونيك، في الدي سي، في السكند هارمونيك، طب لو عايز ابعت 80% من الباور قول لي احجز باند ويدث بكام؟ قول لي ابعت كام هارمونيك؟ اول ما اجيب لك x of k، يعني ينفع اجيب السؤال بالعكس، اما اجيب لك x of k طب هات لي x of t، طب هات لي الافرج باور. كويس. هل يا ترى لحد هنا في حاجه صعبه؟ اه دكتور بعد اذنك بس اتفضل. هو دايما الدي سي هيطلع نص الباور كله؟ لا مش شرط، يعني انت في السؤال ده لو الديوتي سايكل بقى التلت بدل نص هتلاقي الدي سي اختلف. اه تمام شكرا. ممكن تلاقي سيجنالز اخرى فيها الدي سي بتاعها بصفر اصلا، لو هي سكوير ويف سيمتريكال فوق زي تحت والتي هاي قد التي لو هتلاقي الدي سي بتاعها بصفر. دكتور هو احنا ما بنجيب الباندويتس يعني بنروح نشوف اللي هو الريبريزنتيشن للفريكوانسي وبعد كده اشوف هو لحد كام مثلا واقول ان هو الباندويتس هو يعني الفريكوانسي اللي هو اخر واحد انا اخدته معايا ولا ايه؟ بالظبط كده بالظبط كده، ان انت هتشوفي هتروحي تاخدي السيجنال من التايم دومين اكس اوف تي توديها فريكوانسي دومين اكس اوف كي، الاكس اوف كي قالت لك الباور متوزعه ازاي في كل فريكوانسي، فتقدري تقولي لو انا عايز 80% 90% من الباور يبقى يكفيني ان ابعت لحد السكند هارمونيك او الثيرد او الفورث. طب هو في حاله ال 90 دي احنا استبعدنا ان احنا ما ناخدش البي 2 اصلا لان احنا هي اصلا الماجنتيود بتاعها في صفر فمالوش لازمه ان انا ابعت لحد عندها يعني؟ بالظبط كده بالظبط، لكن ان جنرال طبعا لو ليها قيمه نون زيرو هحتفظ بيها، لكن هنا هو بس بالصدفة ان بي 2 بصفر فما فيش معنى ان انا احجز باند ويتس الحاجة ملهاش باور يعني. هيبقى ويست يعني مش ملوش لازمة صح؟ بالظبط كده. شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. والكلام ده مفيد على فكرة للتلاتة ديسيبلين، الاتصالات وحاسبات وقوة. بتوع اتصالات وحاسبات يمكن مهتمين بالباند ويتس، وفي قوة في حاجة مهمة قوي اسمها الهارمونيك ديستورشن. ان انت ممكن يبقى عندك سيجنال طالع من الانفرتر، انت عارفين ان في انفرترز بتقلب الدي سي لاي سي سيجنالز، وبيبقى السيجنال اللي طالعه مش بيور ساين ويف، بيبقى فيها شويه هارمونكس. فانت ساعات بتحب تحسب حاجه اسمها التي اتش اس او التي اتش دي اس اللي هو التوتال هارمونيك ديستورشن. فالتوتال هارمونيك ديستورشن بيقول لك قد ايه الباور اللي موجوده في الهارمونكس بالنسبه لل سواء كان بقى التوتال افريج باور او الباور اللي في الفاندمنتال. فباور الفورير سيريز هي ماثيماتيكال تول تساعدك انك تحسب الهارمونكس وزنها قد ايه وفيها باور قد ايه. فالكلام ده محدش يقول له بتاع يعني ده مهم للاتصالات بس او حاسبات بس، لا ده في الحقيقه في الديسيبلينز كلها، لان انت من استخدام حاجه زي كده هتعرف تحسب كوانتيتي مهمه قوي في الديزاين بتاع الانفرتر مثلا هو فكره التوتال هارمونيك ديستورشن بكام. تمام كده يا شباب؟ اي اسئله؟ طيب خليني انا اسالكم سؤال وحد يتطوع يساعدني كده. كنت جيت انا في النص طلبت منكم تحسبوا التوتال افريج باور فاستخدمنا المعادله دي، ليه ما حدش اقترح المعادله الثانيه؟ مش هو بارسيفال بيقول ان التوتال افريج باور بتساوي 1 على تيتا كامل على 1 سايكل اكس اوف تي سكوير دي تي، وقال ان في معادله ثانيه. ايه المعادله الثانيه؟ ماجنيتيود اكس اوف كي الكل سكوير
والكي ماشيه من ناقص ما انهي ما انهي صح كده. ليه ما حاولناش نستخدم المعادله دي؟ الانتجريشن اسهل في الحسابات، هتاخد وقت طويل قوي يعني، مش هعرف احسبها. يعني انا عايز احسب كام ده انفاينايت سميشن، يعني عايز احسب على كي من ناقص ما انهي ما انهي. فانا لو قعدت من هنا لحد اخر العمر مش هعرف احسب ما انهي دي فين، مش كده؟ اي نعم هوقف عند اي لو وقفت عند 10 ولا 100 حسابات ضخمه جدا ومش اكيوت، في حين ان التكامل اللي فوق هيجيب لي الباور بالظبط. فبرضه انت ايه تميز المعادلات. يبقى لما اطلب منك تحسب الافريج باور تشوف هنا احسب سمشن من ناقص ما انهي ما انهي، هل دي حاجه منطقيه ان اعرف احسب سمشن من ناقص ما انهي ما انهي؟ غالبا مش هعرف. لكن هل اعرف احسب تكامل؟ اه التكامل امر سهل. وبالمناسبه بيجي في بعض الاوقات يبقى السمشن هو اللي اسهل. فانت برضه كيب ان مايند المعادلتين وشوف مين فيهم الاسهل. تمام؟ اي اسئله يا شباب في الجزئيه ديت؟ يعني ايه السمشن يبقى اسهل؟ يعني انا ما اعرفش اعمل التكامل فاخد السمشن باكبر ترمز انا ممكن اعملها، ممكن تبقى اكيوريت او مش اكيوريت واقربها ولا ايه؟ اه ممكن تبقى حاجه زي كده. او ان شاء الله لما نتعلم مع بعض الديسكريت تايم فورير سيريز على اخر الترم باذن ربنا، السمشن ده هيبقى فاينايت. يعني بارسيفال ريليشن في حاله الديسكريت تايم فورير سيريز تبقى سمشن على انترفال فاينايت مش انفاينايت. فساعتها ممكن تبقى حسبة السميشن أسهل. تمام؟ بس أنا طول ما أنا عندي الانتجريشن بعرف أطبقه فده الأضمن. ليه؟ لأنه هيطلع النتيجة بالظبط صح؟ بالظبط كده. تمام. أي أسئلة في الجزئية دي يا شباب؟ طيب. وامتحان الميد تيرم بتاعنا لحد هنا. تمام. يبقى كل اللي زودناه بس عن المحاضرة اللي فاتت هي سلايد واحدة اللي حسبنا فيها الباور وعملنا عليها اكزامبل، لكن غير كده يعني الامتحان لحد هنا. كويس. الجزء اللي جاي في المحاضرة هنحاول نخلص الفوريه النهارده ان شاء الله، ده مش داخل في الامتحان. اتفقنا يا شباب؟ وفكروني في اخر المحاضرة نتناقش شوية في شكل الامتحان عامل ازاي. أي أسئلة يا شباب سو فار؟ تمام دكتور. ممتاز. الشكل الثاني بقى اللي انتوا اخدتوه في الماثيماتكس بتاع الفوريير سيريز اللي هو باستخدام الساين والكوزاين، باستخدام الترينجونومتريك سيريز، الترينجونومتريك فوريير سيريز. الفكره ان الترينجونومتريك فوريير سيريز دوت مفيد لما تكون السيجنالز بتاعتنا ريال فاليد، لما تكون اكس اوف تي بتاعتنا ما فيهاش كومبلكس يعني. السيجنال الريال فاليو بنعرفها كده ان اكس اوف تي بتساوي اكس كونجيجيت اوف تي. فلما تكون السيجنال بتاعتنا ريال لما تاخد لها كونجيجيت تقعد زي ما هي ما فيهاش imaginary part. ونفس الكلام بالظبط بقى لما تبقى اكس اوف تي بتاعتنا continuous في التايم وperiodic في التايم، ليها fundamental period بكابيتال تي وfundamental frequency اوميجا نود اللي هي 2 باي على كابيتال تي، اقدر اعبر عن x of t ك summation of harmonically related sine and cosine waves. ايه المقصود بكلمة harmonically related؟ يعني مثلا هي اوميجا ومضاعفتها، يعني واحد اوميجا اثنين اوميجا ثلاثة اوميجا ولا ايه؟ بالظبط. كلمة harmonically related مقصود بيها ان الفريكونسيز كلها integer multiple من اوميجا نود، ان all frequencies عبارة عن integer multiple of اوميجا نود، اللي هي بمعنى اخر الk اوميجا نود. وده اللي كان حاصل في الشكل اللي فات برضه.
في اللي هو الاكسبوننشال فورم كان برضو كل الفريكوينسيز هارمونيكالي ريليتد كانوا كلهم كي اوميجا نوت. فزي ما احنا شايفين هنا عندنا كوزاين كي اوميجا نوت تي وهنا عندنا ساين كي اوميجا نوت تي. تمام؟ فمعنى كلمه هارمونيكالي ريليتد ان كل الفريكوينسيز انتجر مالتيبل من الفاندمنتال. انتجر مالتيبل من ايه؟ من الفاندمنتال فريكوينسي. والكوفيشنت بتاع الكوزاين سميناه بي كي والكوفيشنت بتاع الساين سميناه اي كي والسميشن بتاعنا بيمشي من فين لفين السميشن بتاعنا؟ يبدا من واحد لحد ما ينهي من واحد لحد ما ينهي والدي سي تيرم لوحده بنحطه اللي هو بي زيرو. لما تقارن كده المنظر ده بالمنظر بتاع الاكسبوننشال فورم خلينا كده نحاول نقارنهم مع بعض بشكل سريع. ادي كده الشكل بتاع الساين والكوزاين والشكل التاني بتاع الاكسبوننشال فورم خلينا اروح اجيبه برضو من هناك. هو دوت وخلينا كده نقارن الشكلين مع بعض. في الكومبلكس اكسبوننشال كان السميشن يبدا من فين وينتهي فين يا شباب؟ كان يبدا من نقطه نهايه لما نهايه ومن هنا طلع لنا الكونسبت بتاع النيجاتيف فريكوانسي. من موضوع النقص من نهايه لما نهايه طلع الكونسبت بتاع النيجاتيف فريكوانسي. زي ما اتفقنا هي فريكوانسي مش حقيقيه ملهاش وجود، هي مجرد ماثيماتيكال ريبريزنتيشن. لكن في اللي فوق هنا اهو السميشن من فين لفين؟ من صفر لما نهاية. واحد من واحد لما نهاية من واحد لما نهاية. فهنا عندنا البوزيتيف فريكونسي بس مفيش نيجاتيف فريكونسي. احنا مش واخدين الكومبوننت صفر في الاول ولا ده مش تبع السميشن؟ هو الصفر لوحدها بره السميشن. تمام؟ لكن يعني خدنا الدي سي لوحده ده كده الدي سي كومبوننت لوحدها. تمام؟ دي كده الدي سي كومبوننت لوحدها. لكن السميشن هيبدأ من واحد بعد كده لأن الدي سي اوريدي اتاخد في اعتبار لوحده فالسميشن بدأ من واحد لما ينهي. اوكي؟ تمام. تمام. يبقى أول ملاحظة إن في حالة الإكسبوننشال نيجاتيف فريكونسي هنا بوزيتيف فريكونسي بس. هنا الفريكونسي اسمها كي أوميجا نود هارمونيكالي ريليتد. هنا كمان الفريكوينسي اسمها كي اوميجا نود برضو ايه هارمونيكالي ريليتد وكمان ديسكريت ان مش كل الفريكوينسيز مسموح بيها مسموح بس الديسكريت فريكوينسيز اللي هما كي اوميجا نود كذلك ده مسموح بالديسكريت فريكوينسي فقط. هنا الكوفيشنت اسمه اكس كي هنا الكوفيشنت اي كي وبي كي. هنا انا بعبر عنهم بدائرة كوزاين وساين هنا بعبر اي اس جي وزي ما اتعلمنا ان اي اس جي اصلا هي عبارة عن كوزاين وساين مستخبية جواها مش كده؟ ففي الحقيقة احنا ممكن ناخد الاكسبريشن ده كده نفكه ده يبقى سميشن يعني لو فكينا السميشن بتاعنا يبقى اكس اوف تي بتساوي كام؟ حد كده يساعدني؟ أول مرة نحط الكي بصفر يبقى x of 0 زائد حط الكي بواحد يبقى x of 1 e اس جي كي اوميجا نوت تي وحط الكي بناقص واحد يبقى x of ناقص واحد
اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي. وكذلك اكس اتنين اي اس جي هنا كيب واحد طبعا عندنا x 2 يوس جي 2 اوميجا نوت تي وهكذا وهنا x ناقص 2 يوس ناقص جي 2 اوميجا نوت تي وهكذا تمام؟ طيب والكوزاين كده كده احنا عارفين الكوزاين لو فكناها هي نص يوس جي أوميجا نوت هنا في كي نص إي أس جي كي أوميجا نوت تي زائد إي أس ناقص جي كي أوميجا نوت تي وهنا كمان الساين هي واحد على اتنين جي إي أس جي ناقص إي أس ناقص جي. فالفكرة إن أنت لو فكيت الساين والكوزاين بدلالة الكومبلكس إكسبوننشالز هتوصل للشكل اللي تحت. هو طلع معانا اي اس جي اي اس ناقص جي والساين كذلك هتدي لك اي اس جي اي اس ناقص جي ونقدر نري ارينج الترمات اللي فوق ونوصلها للمنظر اللي تحت. ففي الحقيقه الاثنين ريبريزنتيشن دول ار ايكويفالنت زي ار ايكويفالنت ريبريزنتيشن. هما ازاي ايكويفالنت وفي واحده منهم بتاخد البوزيتيف والثانيه بتاخد البوزيتيف والنيجاتيف عادي؟ لان انت لما تفك الكوزاين اي اس زي جي اي اس ناقص جي هتلاقي بيطلع معاك الكيب مره جنبها بوزيتيف ومره جنبها نيجاتيف. فعشان تاكونت فور الحكايه ديت هتعمل المنظر ده. ممكن نعملها بالتفصيل لو انتوا عايزين. خلينا نمسك الاكسبريشن ده كده ونفكه. فكده x of t بتساوي b0 زائد summation من k بواحد الى ما لا نهاية b k والكوزاين عبارة عن نص e اس j k أوميجا نوت تي زائد إي أس ناقص جي كي أوميجا نوت تي زائد السميشن التاني بتاع الساين من كي بواحد لما لا نهاية هيبقى إي أوف كي والساين واحد على اتنين جي إي أس جي كي أوميجا نوت تي ناقص إي أس ناقص جي كي أوميجا نوت تي. فده كده يساوي b of 0 زائد نقدر دلوقتي نجمع يعني هو في الاخر ده سميشن من واحد لما نهايه وده من واحد لما نهايه فانا هحطهم كلهم جوه نفس السميشن مع بعض يبقى سميشن من واحد الى ما لا نهايه وهجمع ال e اس جي مع بعض ادي هنا e اس جي كي اوميجا نوت تي و e اس جي كي اوميجا نوت تي لو اخدناها كومن فاكتور يتفضل ايه؟ يتفضل الاتي يبقى اي اس جي كي اوميجا نوت تي يتفضل بي اوف كي على اتنين زائد اي اوف كي على اتنين جي زائد خليني اخد بقى اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي مع بعض. فلو اخدنا ده كومن فاكتور اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي هيتفضل من الترم اللي فوق بي اوف كي على اتنين ومن الترم اللي تحت ناقص اي اوف كي على اتنين جي. تمام كده؟
طيب الشكل بتاعنا عامل كده b of 0 زائد summation من كيب واحد إلى ما لا نهاية خليني أسمي الجزء دوت لو دققت كده هتلاقي ان الجزء ده اللي هو مضروب فيه اس جي كي اوميجا نوت كي اكنه ده اكس اوف كي صح كده خليني اكتبه زي ما هو فور ناو يبقى بي اوف كي على 2 زائد اي اوف كي على 2 جي في اي اس جي كي اوميجا نوت كي كده اكتبه تحت على بعض احسن بس يبقى ادي كده x of t وكده انا كتبت اول تيرم اللي هو دي سي واول سميشن هفصل بقى الجزء التاني ده في سميشن لوحده سميشن من كي بواحد الى ما لا نهاية b of k على 2 ناقص a اوف كي على 2 جي اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت فلو لو جينا هنا بدلنا الكي بتاعتنا ما اديناهاش الترمات اللي طلع عندك هنا ديت اخبارها ايه قارنها باللي هيطلع من x of t بتساوي summation من k بناقص ما نهاية ما نهاية x of k في e اس g k اوميجا نوت احنا كنا فكينا ده already كنا فكيناه اهو فقارن كده الشكلين مع بعض وقول لي ايه الاخبار هل في اوجه تشابه ما بين الاثنين ولا ما فيش اول وجه تشابه ان هنا في تيرم لوحده كده مش مضروب في ساين ولا كوزاين ولا حاجه وتحت في واحد زيه مش كده فاول ملاحظه ان بي اوف زيرو هي نفسها اكس اوف زيرو طيب الملاحظة الثانية انت عندك تحت هنا فوق تحت هنا في ترمات الاندكس بتاعها بواحد موجب يعني هنا اي اس جي اوميجا نوت هنا اي اس جي 2 اوميجا نوت و3 اوميجا نوت اللي هم كلهم شبه مين شبه ده الاولاني هو هنا كي موجب يبقى كان الاكس اوف واحد هي مين بي اوف واحد على اتنين زائد اي اوف واحد على اتنين جي مش كده وكان الاكس اوف اتنين هي البي اوف اتنين على اتنين زائد بي اوف اتنين على اتنين جي يعني لو فكينا الصميشن اللي فوق دوت هتلاقي الترمات المجابة هي جاية من الصميشن اللي فوق فتبقى الابزورفيشن التانية ان اكس اوف كي بتساوي نص b of k بس خدت النص common factor بره وهطلع الج فوق يبقى ناقص j a of k والكلام ده لما ال k اكبر من او تساوي الواحد ال k الموجب يبقى لما الاندكس او ال k موجب هبص على السميشن اللي فوق هتلاقي الترمات بتاعتك هي زي اللي تحت دي وكذلك هتلاقي الترمات اللي ليها اكسبوننت بالنيجاتيف اي اس ناقص جي اوميجا نود اي اس ناقص جي 2 اوميجا نود هي اللي موجوده هي اللي موجوده في الاكسبوننت في السميشن الثاني دوت
فبالتالي اقدر اقول ان اكس اوف ناقص واحد هي نفسها ايه؟ هنا ما هو لما هنا الكيوب واحد يبقى هيطلع لي اوس ناقص جي اوميجا نوت تي اللي هو التوم راوند. يبقى اكس اوف ناقص واحد هي بي اوف واحد على اتنين ناقص اي اوف واحد على اتنين جي. لو خدنا الكيوب اتنين يبقى هنا اي اوس ناقص جي اتنين اوميجا نوت تي اللي هو التوم راوند. يبقى اكس اوف ناقص اتنين هي بي اوف اتنين على اتنين ناقص اي اوف اتنين على اتنين جي. يبقى العلاقة التانية اللي اتعلمها ان x of negative k هي نص، ويبقى عندنا b of k وطلع الجي فوق يبقى زائد جي في a، والكلام ده لما k اكبر او تساوي واحد. يبقى بالتالي الاتنين summation دول هيدونا ترمات شبه اللي كانت بتطلع من السميشن بتاع اكس اوف كي لتحت. ومن المقارنه استنتجنا الثلاث معادلات دول، ان البي اوف زيرو هي نفسها اكس اوف زيرو، ان اكس اوف كي هي نص بي اوف كي ناقص جي اي اوف كي، واكس اوف ناقص كي هي نص بي اوف كي زائد جي اوف كي. ومن هنا يبان ان لو احنا كنا نعرف فورير سيريز باستخدام اي والبي اقدر اجيب اكس اوف كي، وسيميلرلي اقدر اعمل العكس. ازاي اقدر اعمل العكس؟ لو اخدت المعادلتين دول جمعتهم على بعض ايه اللي يحصل؟ يعني اجمع المعادله دي مع المعادله اللي تحت، هيبقى عندك اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي تساوي كام؟ هتلاقي الجي اي اوف كي هتختفي ويتفضل لك بي اوف كي، صح كده؟ ولو خدت المعادله اللي تحت ناقص المعادله اللي فوق يبقى اكس اوف ناقص كي ناقص اكس اوف كي هيطلع عندك ده ناقص ده يدي لك جي اي اوف كي. فبالتالي لو انت تعرف x of k تعرف تجيب منهم ال b وال a. فبالتالي الحلين شبه بعض، الاثنين equivalent لبعض. معرفش كده انا جاوبت سؤالك ولا لسه؟ هو احنا استنتجنا ده بالobservation، وبعد كده من الكلام ده عرفنا ان اللي فوق مش بس بيجيب frequencies positive، يعني هو كده معنى ذلك ان اللي فوق برضو بيجيب negative. بالظبط، ما هي الكوزاين مستخبي جواها بوزيتيف ونيجاتيف فريكونس. مش انت فاكره معايا هو احنا لما فكينا الكوزاين ديت فكيناها ازاي؟ اي اس جي كي اوميجا نوت تي زائد اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي، يعني الكوزاين مستخبي جواها بوزيتيف ونيجاتيف فريكونس، وكمان الساين مستخبي جواها بوزيتيف ونيجاتيف فريكونس. يعني عشان احنا قلنا في الاول انها بس فريكوانسيز بس، فاستغربت ازاي يبقوا ايكويفالنت وواحده فيهم يعني نصها مش موجود. بعد كده بكيفنت يعني انها احنا يعني مش كاتبينها بالتفصيل، فعشان كده كنا بنقول يعني من الملاحظه الاولانيه انها بوزيتيف بس، لكن هي في الحقيقه جواها نيجاتيف برضه. كان البوزيتيف والنيجاتيف اصلا اللي فيهم اصلا هي دي الفريكونسي اللي اعرف اشوفها، مش كده؟ معلش الصوت كان بيقطع. كنت بقول لك ان يعني الكوزاين والساين هي دي الاكتشوال فريكونسي اللي لما اخش المعمل اشوفها واعرف اتعامل معاها. فالفيزيكال فريكونسي اللي اسمها كوزاين اوميجا نوت تي او ساين اوميجا نوت تي مستخبي جواها بوزيتيف ونيجاتيف فريكونسي. يعني انا مثلا لو على الاوسيلوسكوب او حاجه وبدات اشوف الحاجات دي هقدر ارصد ان هي موجود فيها الاثنين بوزيتيف ونيجاتيف؟ لا، لان انا فيزيكالي يعني احنا قلنا النيجاتيف فريكوانسي ما هياش ريال فريكوانسي، ده مجرد ماثيماتيكال ريبريزنتيشن. يعني احنا بنحاول نخليها يعني موجوده، يعني كايه يعني هي ليه موجوده اصلا؟ يعني احنا ليه بنتعامل مع فريكوانسي ومش موجود يعني حاجه زي النيجاتيف ده ليه؟ وهو ماثيماتيكال ريبريزنتيشن سهل، يعني يفرق يعني بوجه عام التعامل مع الاكسبوننشال اي اس جي اوميجا نوت تي اسهل بكتير من الكوزاين والساين.
فبالتالي هتلاقي كل الفوريه اناليسز الاربع انواع اللي هنشوفهم ان شاء الله خلصنا النهارده وهو بنخلصه اهو. هنشوف على دكتور قلب الفوريه ترانسفورم، بعد كده هنشوف الديسكريت تايم كيسز بتاعتهم، كلهم بيستخدموا اليو سي جي، لان التعامل مع الكومبلكس اكسبوننشال اسهل من التعامل مع الكوزاين والساين. وفي الكوميونيكيشن سيستمز بيتكلموا على الكومبلكس اكسبوننشال برضه، لان التعامل معاها اسهل، والاثنين ماثيماتيكالي ايكويفالنت لبعض. لكن انا لما اخش المعمل مش هعرف اقول له جنريت نيجاتيف فريكوانسي، مفيش حاجه اسمها كده، هجنريت ساين او كوزاين، والساين او الكوزاين ماثيماتيكالي سبيكينج مستخبي جواها بوزيتيف ونيجاتيف فريكوانسي، فانا مش هقدر في المعمل افصل الاثنين واشوف دي لوحدها دي لوحدها. فاهم قصدي؟ اه يعني دي طريقه للتسهيل مش اكتر، بس احنا في الحقيقه ما عندناش غير بوزيتيف بس. اه يعني بالظبط كده، مور ولا شيء، هي مجرد ماثيماتيكال ريبريزنتيشن. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. فالجزء دوت يعني للفهم بس، انا في الامتحان مش هقول لك اثبت، يعني الاثبات ده مش هيجي في الامتحان، انا مجرد ده للفهم فقط يعني. طيب، فيبقى الكوفيشنتس بتاعتنا زي ما خدنا في الماثيماتكس، البي زيرو بنحسبها ازاي؟ واحد على تي تكامل على 1 سايكل اكس اوف تي، البي اوف كي هي 2 على كابيتال تي اكس اوف تي في كوزاين، والاي اوف كي هي 2 على تي تكامل اكس اوف تي في ساين. وده برضه جاي من الاورثوجوناليتي، ان الساين والكوزاين اورثوجونال على بعض، يعني في اول المحاضره خالص، اول محاضره في اول ما اتقابلنا اثبتنا مع بعض ان كوزاين كي اوميجا نوت تي اورثوجونال على بعض، وان ساين كي اوميجا نوت تي اورثوجونال على بعض. وده اللي سمح لنا ان احنا لما نحب نفصل كومبوننت بعينها هضرب في الفريكونسي بتاعتها، يعني لو انا عايز كوزاين 3 اوميجا نوت تي هضرب المعادله كلها في كوزاين 3 اوميجا نوت تي واعمل تكامل، فتلاقي كل الكومبوننتس هتموت، الدي سي هيموت وكوزاين اوميجا نوت هتموت و2 اوميجا نوت هتموت و4 و5 الى النهايه، وكل الساين هيموت، هيتفضل بس ايه 3 اوميجا نوت تي. فهي دي الفكره بتاعت الاورثوجوناليتي، ان انا لو عايز اجيب بي اوف كي يبقى هضرب في كوزاين كي اوميجا نوت تي واعمل التكامل، كل الكومبوننتس الاخرى هتموت، هيتفضل بس البي كي اللي انا عايزه. وهنا دي العلاقه اللي احنا اثبتناها مع بعض، ان البي زيرو هي اكس زيرو، وان البي كي هي اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي، زي ما اثبتنا كده مع بعض اهو، بي كي هي اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. و ال اي كي هي جي في اكس اوف كي ناقص اكس اوف ناقص كي، اللي هنا لو جبت الجي الناحيه الثانيه تديك اشاره يبقى اكس اوف كي ناقص اكس اوف ناقص كي، هي هي بالظبط. تاني القوانين دي يعني انا عملت البروف معاك، ولكن ما تقلقوش منه، لو حد قلقان من البروف دوت مش هيجي في الامتحان. وهنا البروف موجود مره اخرى، يعني انا مش هتكلم عليه قوي عشان بس ما حدش يتضايق من شكل البروف. كويس، فحتى الان كده في اي اسئله، اي تعليقات، اي حاجه غامضه؟ تمام. طيب، زي ما احنا عارفين كويس البي زيرو ده بيعبر عن ايه؟ ايه يا شباب، بي زيرو بيعبر عن ايه؟ دي سي، دي سي كومبوننت، مظبوط. وزي ما اتعلمنا ان لو اكس اوف تي كانت ايفن سيجنال ايه اللي يحصل؟ هتلاقي كل الكوفيشنت بتاعت الساين بصفر، ما هي الساين اود مش كده؟ فاذا كانت اكس اوف تي ايفن يبقى هتلاقي الاي كي بصفر، ما فيهاش ساين، كلها كوزاين بس. وكذلك لو اكس اوف تي كانت اود هتلاقي الكوفيشنت بتاع الكوزاين هو اللي مات، وكمان الدي سي هيموت وهيتخبر الاي كي بس. وفي الماثيماتكس زي ما اتعلمنا لو كانت السيجنال بتاعتنا ايفن او اود رايت اواي بكتب ان الاي كي بصفر او البي كي بصفر،
وبعد كده ابدا احسب الكوفيشنت الثاني. تمام، اي اسئله يا شباب سو فار؟ هو دي في الايفن ما خدناش البي اوف زيرو، هي البي اوف زيرو تبع الايفن؟ يعني انت لو عندك سيجنال اود لازم الدي سي كومبوننت بتاعها يبقى بصفر. الاود سيمتري معناها ان يمين الصفر وشمال الصفر زي بعض بالظبط، بس واحد موجب واحد سالب، اصلا حوالين الاوريجن صح؟ بالظبط، فالاود هي فيها سيمتري حوالين الاوريجن، فده باي ديفولت كده يموت اي دي سي كومبوننت، لان السيمتري دي معناها ان في حته فوق يمين الصفر زي الحته اللي تحت شمال الصفر او العكس، لازم يبقوا ايه واحد موجب واحد سالب وفي سيمتري زي بعض بالظبط، فده باي ديفولت يموت الدي سي كومبوننت. شكرا يا دكتور. يبقى الاود سيجنال ديت ليها زيرو دي سي زي كده ما احنا شايفينها. خلونا كده ناخد بريك خمس دقايق ونرجع نكمل دلوقتي الساعة ناخد يعني ماشي ما نطولش قوي يعني نرجع 9:30 و5:10 كده ناخد بريك 10 دقايق ولا حاجة، نرجع الساعة 9:40 دقيقة بالظبط نكمل المحاضرة بتاعتي. ماشي يا شباب؟ ماشي يا دكتور. تمام، 49 دقيقة بالظبط يا شباب.
ازيكم يا شباب، رجعنا من البريك ولا لسه؟ الشباب سامعيني وشايفين الشاشة عندي ولا ايه الأخبار؟ يا دكتور ايوه دكتور سامعين حضرتك. تمام. طيب يبقى احنا كده شفنا الشكل التاني للفوريير سيريز اللي هو باستخدام الكوزاين والساين. خلينا نطبق كده اكزامبل نفس السكوير ويف اللي كنا عاملينها من شوية، فخلينا نروح نجيب الشكل بتاعها. نحاول كده نطبق بقى اللي عملناه في الاكسبوننشال فورم، نعمله مرة أخرى على الساين والكوزاين. فادي السيجنال بتاعتنا وعايزين نجيب لها الفورير سيريز. لو انا في الامتحان قلت لك عايز اكس اوف كي او باستخدام الاكسبوننشال فورم، فانت لازم تجيب اكس اوف كي. لو قلت لك هات لي باستخدام الساين والكوزاين، يبقى هتجيبها بالساين والكوزاين. لو ما حددتلكش اعمل اللي انت عايزه. فخليها نحسبها باستخدام الساين والكوزاين. يبقى السيجنال اكس اوف تي زي ما قلنا هي بتتكرر كونتينوس في التايم، فاقدر اطبق عليها الفورير سيريز وليها فاندمنتال بيريود بكابيتال تي. وفندمنتال فريكونسي بكام يا شباب؟ 2 باي على كابيتال تي اللي هي الاوميجا نوت. يبقى الفوريير بيقول ان اقدر اكتب اكس اوف تي كالاتي، ان هي بي اوف زيرو اللي هو دي سي كومبوننت زائد السميشن من كي بواحد لحد ما لا نهايه بي اوف كي في كوساين كي اوميجا نوت تي زائد السميشن من ك بواحد إلى ما نهاية الـ A of K في ساين ك أوميجا نوت. ويجي هنا بقى السؤال، نحاول نطبق الملاحظة اللي شفناها من شوية. واضح طبعا إن X of T even ولا odd ولا neither even ولا odd ولا إيه؟ even بالظبط، X of T even، إن في symmetry حوالين الـ Y axis. بما انها even يبقى اكيد الكوفيشنت بتاع الساين بكام؟ زيرو. بالظبط، يبقى ما نرجعش نقعد نحسبه، هو يطلع بصفر على طول. بما ان السيجنال بتاعتنا even يبقى الـ A of K دايما بصفر. يبقى احنا بس عايزين نحسب الـ B of K والـ B of zero. فنبدا اول خطوه نحسب B of zero. B of zero نحسبها ازاي يا شباب؟ المعادله بتاعتها رجعنا كده خطوة لورا، الـ B of 0 هي 1 على T تكامل على 1 cycle X of T dT. يبقى الـ B of 0 هي 1 على السايكل، هنكامل على 1 cycle، نكامل من فين لفين تفتكروا؟ أي cycle تنفع، مش كده؟ خلينا نكامل زي ما عملنا قبل كده من ناقص T نود لحد T ناقص T نود، دي كده 1 complete cycle. فلو كملنا على 1 complete cycle بالمنظر دوت، هيبقى هكامل من ناقص T نود لحد T ناقص T نود. السيجنال بتاعتنا اللي هي X of T dT، يبقى 1 على capital T في التكامل من ناقص T نود لحد T نود، الفانكشن قيمتها بواحد، يبقى هكامل واحد في دي تي زائد طبعا التكامل من تي نود لحد تي ناقص تي نود، الفانكشن بكام في الانترفال دي يا شباب؟ زيرو. بزيرو، يبقى هكامل زيرو دي تي، فالتكامل ده يطلع بصفر طبعا. فيطلع ان البي اوف زيرو بتساوي كام؟ لما نحسب التكامل ده يطلع 2 تي نود على كابيتال تي، اللي هو لو حد ياخد باله ده بالظبط كان x of 0. يعني لو رجعنا للاكزامبل اللي فات هتلاقي ده هو x capital of 0 فعلا. يعني خليك ارجع خطوه لورا، هتلاقي x capital of 0 هو 2 t نود على capital t. عشان السنك كانت بواحد. بالظبط. فهو لو تاخدوا بالكم كان طلع ال ااا
هذه الاكسبريشن بتاعنا لو حطينا كي بصفر سينك صفر بواحد فيطلع 2 تي نود على كابيتال تي فعلا. فباين فعلا ان اكس اوف زيرو هي نفسها البي اوف زيرو. طيب خلينا نحسب البي اوف كي. البي اوف كي كان ليها معادله عامله ازاي؟ كانت 2 على السايكل تكامل على 1 سايكل x of t في كوساين k اوميجا نوت تي دي تي. فلو نتأكد بس ان القانون مظبوط اهو القانون بتاعنا 2 على كابيتال تي تكامل على 1 سايكل x of t كوساين. فيبقى بيساوي نفس بقى حدود التكامل بتاعتنا والتكامل من ناقص تي نود الى تي نود وفي الانترفال من ناقص تي نود الفانكشن بواحد وبعد كده بصفر مش هكتب بقى التكامل التاني يبقى بنكامل واحد في كوساين كي اوميجا نود تي دي تي. وطبعا تكامل الكوساين بكام يا شباب؟ بساين وهقسم على الكي اوميجا نود فيطلع ساين كي اوميجا نود ونعوض بحدود التكامل يبقى كي اوميجا نود تي نود ناقص ساين كي اوميجا نود في ناقص تي نود. وطبعا احنا عارفين ان ساين حاجه بالنيجاتيف يطلع يعني خلينا نكتبها كده احسن علشان لو حد ما يتلخبطش فانا هيبقى ناقص كي اوميجا نود تي نود. هل حتى الان الخطوات واضحه ولا في حاجه غامضه يا شباب؟ طبعا احنا عارفين كويس ان الساين نيجاتيف سيتا هو ناقص ساين سيتا فاقدر اطلع اشاره بره مش كده؟ فيبقى الشكل بتاعنا بيطلع عامل كده يبقى 2 وهنا تحت هيبقى عندنا كي اوميجا نوت في تي وفوق يبقى عندنا 2 ساين كي اوميجا نود تي نود. فمبدئيا كده الاوميجا نود تي بكام؟ ان باي على تي الاوميجا ب 2 باي ممتاز. يبقى البي اوف كي بتساوي لو رجعنا كده لورا هتلاقي الاثنين تروح مع الاثنين فيبقى 2 على باي كي 2 ساين على باي كي يطلع بيساوي 2 ساين كي اوميجا نوت تي تي نوت على باي في كي. وبرضه الشكل ده ينفع احطه بقى في شكل السينك فانكشن مش كده؟ انا عايز عشان اكتبها سينك فانكشن انا عايز ساين باي في حاجه فهقول ساين باي كي اوميجا نود تي نود على باي وتحت عايز باي في نفس الحاجة فالباي والكي موجودين ايه اللي ناقص يا جماعة تحت؟ اوميجا نود تي نود على باي فحضر فوق كمان في اوميجا نود تي نود على باي. ومن هنا اقدر بقى اكتب ان الكلام ده بيساوي طبعا هاخد بقى 2 اوميجا نود تي نود على باي وهيبقى عندي هنا سينك كي اوميجا نود تي نود على باي. فزي ما انتم واخدين بالكم الشكل يعني يشبه كتير قوي الشكل اللي خدناه اكس اوف كي. خليني ابسطه اكتر ادي 2 الاوميجا نود هي 2 باي على كابيتال تي وهنا في تي نود على باي وكذلك هنا هيبقى سينك كي الاوميجا نود 2 باي على تي وهنا في تي نود على باي هتلاقي الباي راحت مع الباي الباي راحت مع الباي ويطلع الشكل بتاعنا ان بي اوف كي بتساوي هيبقى 2 تي نود على كابيتال تي وفي 2 كمان يبقى 4 تي نود على كابيتال تي. هكتبها كده 2 في 2 تي نود على كابيتال تي في سينك
كي في 2 تي نود على كابيتال تي. طيب الشكل ده يشبه ايه يا شباب؟ حد فاكر؟ هل حد فاكر الاكس اوف كي؟ اه بكامل اكس اوف كي. خلينا نروح نجيبها من السؤال اللي فات. كانت هي دي اكس اوف كي بتاعتنا. فلما تبص كده معايا تلاقي 2 تي نود على كابيتال تي، 2 تي نود على كابيتال تي، سينك كي 2 تي نود على كابيتال تي نفس السينك. ايه الفرق بس هنا؟ في ايه هنا زياده؟ 2 في الاثنين دي زياده. جت منين ديت؟ لان احنا اثبتنا مع بعض من شويه ان البي اوف كي المفروض ان هي بتساوي كام؟ اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. صح كده؟ لو رجعنا خطوه لورا احنا اثبتنا مع بعض اهو ان البي اوف كي بتساوي اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. فلو جربنا نطبق الكلام دوت هيطلع بالظبط ازاي؟ خلينا كده نشوف مع بعض. بس اوضح هو ده معناه ان بي اوف كي بتساوي 2 اكس اوف كي؟ لا، القانون بيقول اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. هنا بس سبيشال كيس ان طلع اكس اوف كي بتساوي اكس اوف ناقص كي. تمام؟ يعني القانون الجنرال اللي احنا اثبتناه بيقول ان بي اوف كي بيساوي اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. هنا بس سبيشال كيس ان احنا لو اخدنا بالنا ان اكس اوف كي بتساوي سينك فانكشن، والسينك فانكشن از ان ايفن فانكشن، فاكس اوف ناقص كي في الحقيقه هتطلع هي 2 تي نود على كابيتال تي سينك ناقص كي 2 تي نود على كابيتال تي والسينك ايفن، فيطلع هي هي اكس اوف كي. تمام؟ فبالتالي طلع اكس اوف كي بيساوي اكس اوف ناقص كي، فيطلع هنا بي اوف كي بالصدفه بس 2 اكس اوف كي. لكن القاعده العامه بتقول ان بي اوف كي بتساوي كام يا شباب؟ اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. فهل كده الاكزامبل ده واضح ولا في حاجه غامضه يا شباب؟ هو احنا ايفن في الـ في الـ هو في الفريكونسي دومين صح؟ لكن مالهاش علاقه باللي هي جايه يعني كانت ايه؟ لا لا ملهاش دعوه، ان هو سينك ناقص اكس يساوي سينك اكس. يعني السينك فانكشن في حد ذاتها از ان ايفن فانكشن. لو انتوا عارفين ليه ولا مش عارفين؟ اه عشان هي سيمتري حوالين الواي اكس. بالظبط، يعني لو كتبتوها ساين باي اكس على باي اكس، فلو الاكس نيجاتيف النيجاتيف فوق تروح مع تحت، فيطلع سينك ناقص اكس هي سينك اكس. فبالتالي يطلع اكس اوف ناقص كي اكس اوف كي في الاكزامبل ده بس، ممكن في اكزامبل اخر يبقى ما بيساويش بعض. فالقانون العام ان بي اوف كي بتساوي اكس اوف كي زائد اكس اوف ناقص كي. اي اسئله يا شباب؟ بس يا دكتور هو كده ممكن احل الاكزامبل اللي فات اللي هو بتاع اللي هو بيتحل الاكس باور نيجاتيف جي بالساين والكوزاين يعني؟ ماشي براحتك بقى، يعني انا قلت لك هات لي اكس اوف كي، انت عملت ساين وكوزاين وجمعتهم مع بعض وجبت لي اكس اوف كي وطلع الشكل صح، ماشي ما عنديش مشكله. يعني براحتك لو هو ده اسهل لك يعني. لكن هو الوجه عام الناس شافت ان الاكسبلينشال اسهل من الساين وكوزاين، لكن اتس كومبليتلي اب تو يو. في الاخر لو انت هتجيب لي المقلوب بسكه مختلفه مفيش مشكله، از لونج از هو صح يعني. اوكي؟ تمام شكرا لك. شكرا. أي أسئلة شايف في الجزئية ديت؟ طبعا لو كانت السيجنال دي لا ايفن ولا اود كنا هنحسب اي كي برضه. هقول 2 على كابيتال دي تكامل اكس اوف تي في ساين كي اوميجا نوت تي واحسب الاي كي بنفس الطريقة. طيب. أي أسئلة شباب؟
لو جينا حسبنا بقى الـ BK خلاص يطلع الشكل اللي احنا استنتجناه مع بعض دوت ويطلع الـ AK بصفر. هنا بس انا عملتها X of K X of ناقص K يعني عملتش التكامل. يعني انا هنا في التكامل مع بعض هنا عملت التكامل معاكم. هنا انا عملتها باستخدام القانون اللي اثبتناه X of K X of ناقص K يطلع نفس الشكل بالظبط. ويطلع في الاخر بقى ان X of T بتساوي السميشن من K بصفر مع نهاية BK في كوساين كي اوميجا نوت اللي هو الترم دي سي وجمعناه على السميشن بتاع الكوزين. هنا بقى بيحط ارقام قال لك افترض التي واحد والتي نود على تي بربع يعني الاثنين تي نود على تي بنص يعني. فلو حسبت بقى الكلام دوت تقدر تحسب الـ B0 والـ BK هيطلع شكلها عامل كده. الشكل ده ما يهمنيش قوي يعني ما تقلقوش منه. هتعوض في الآخر في المعادلة بتاعت السينك يعني هتحسب سينك واحد في 2 T نود على T وسينك 2 سينك 3 نفس اللي عملناه في الـ XK. فيعني ما تشغلش بالك قوي بالمنظر ده ما إيه ما تقلقش منه. نيجي بقى للملاحظة المهمة كنا قلناها المحاضرة اللي فاتت وعملناها مع بعض على الماتلاب لو تفتكروا ان احنا مش هينفع نصام لحد المنهاية لكن هينفع صام لحد certain maximum value. فلو عملنا summation بدل ما summation بتاعنا هنا من صفر الى المنهاية انا جيت عملت summation من صفر لحد certain key maximum ايه اللي يحصل؟ حد فاكر من المحاضرة اللي فاتت ايه اللي يحصل؟ كانت بتقرب من شكلها الأصلي يعني هي في الأول كانت شوية ممكن ما نعرفش نفرق هي دي شبه السكوير ويف اللي كانت جاية منها ولا لا بس لما بدأنا نكتر الكي بدأت توصل شوية عرفنا أنها يعني فيها هاي ولو كانت واضحة. ممتاز. فبالظبط كده كل لما الكي بتزيد كل ما الريكونستراكتد سيجنال جيتس كلوزر ان شيب للأوريجينال سيجنال. وكمان ملاحظة تانية ان كان في شوية ريبلز او فلكتويشنز حوالين الديسكونتينيوتيز المنطقة اللي فيها السادن تشينج من صفر لواحد او من واحد لصفر كان في شوية ريبلز او فلكتويشن. الريبلز دي بيسموها جيبس فينومينا بيسموها جيبس فينومينا وده اللي احنا شفناه المرة اللي فات. يعني هنا هو حاطط الكي يمكن بواحد حاطط البي وان بس هنا فطلع الشكل عامل كده. هنا زود البي 3 كمان جمع بي 1 وبي 3 فطلع الشكل عامل كده اقرب شويه للايه السكوير ويف. هنا دخل لحد بي 7 فالشكل اقرب اكتر. هنا دخل لحد بي 29 فالشكل اقرب اكتر. هنا لحد بي 99 فالشكل اقرب اكتر. فالفكره ان كل ما هاخد فريكوينسيز اكتر كل ما الشكل هيقرب من الشكل الاصلي اللي هو كان سكوير. لكن keep in mind عمري ما هوصل للشكل اللي هو perfect اللي فيه sudden change دوت الا لما اخد infinite number of frequencies لازم اروح للمنهاية. فبالتالي حسب الابلكيشن بتاعك انت عايز تعمل ايه تقدر تقول هكتفي بهارمونكس عامله ازاي. هل حتى الجبس فونيمونا دي تاني افندم ايه هي الجبس فونيمونا تاني يعني على الرسم اسمها يعني هي ريبلز اللي جنب الديسكونتينيوتيز اللي هي الفلكتويشن ديت. دي اسمها جبس فونيمونا اللي هو ان السيجنال مش فلات دي طالعه نازله بالمنظر ده اللي هي الجزء ده كده الجزء ده ده اللي اسمه جيبس فينومينا. تمام. كل ما ناخد ترمز اكتر في الكي كل ما دي الجيبس فينومينا دي بتقل شويه بالظبط. بدل ما كانت الفلكتويشنز كبيره قلت بدل ما كانت ممتده بمسافه كبيره مسافه صغيره. تمام. فهي دي كده اللي نسميها الجيبس فينومينا.
تمام. هنعمل كده مرة تانية، يبقى الجبس فينومينا هي ريبلز اللي بتحصل around the discontinuities، اللي هي بتنقل من صفر لواحد او بتنقل من واحد لصفر، دي اسمها discontinuity. الريبلز ديت هي اللي بيسموها الجبس فينومينا. تمام. تمام كده يا شباب، الدنيا واضحة؟ ايه تمام يا دكتور، شكرا. تمام ممتاز. طيب نيجي بقى البارسيفال. البارسيفال ده كان بيقول ايه، حد فاكر؟ نحسب الافريج باور بالظبط. اه كان بيحسب الافريج باور مرتين، مره من التايم دومين ومره من الفريكونسي دومين، وبيثبت ان الاثنين بيساووا بعض. ففي الحقيقه بارسيفال برضو اثبت ان الافريج باور من التايم دومين تساوي الافريج باور اللي محسوبه في الفريكونسي دومين. طيب الترم اللي فوق ده او المعادله اللي فوق دي احنا شفناها من شويه، دي الافريج باور محسوبه منين؟ من التايم دومين، مش كده؟ اللي هي الواحد على السايكل تكامل على 1 سايكل x of t ماجنيتيود سكوير دي تي، دي الافريج باور في التايم دومين. في الفريكونسي دومين في الساين والكوزاين ريبريزنتيشن طلعت الافريج باور شكلها عامل كده، ماجنيتيود البي اوف 0 سكوير، وهي دي الدي سي باور. الدي سي باور بتاعتنا هي ال ماجنيتيود بي اوف 0 سكوير، لان بي اوف 0 هي الدي سي كومبلمنت زيها زي اكس اوف 0 لو تفتكر. اما بالنسبه للباور اللي في الهارمونيك رقم كي، الباور اللي في الكي هارمونيك تتحسب كده، كانت ماجنيتيود بي كي سكوير على 2 زائد ماجنيتيود اي كي سكوير على 2. حد فاكر المعادله دي كانت عامله ازاي في الاكس كي لما كنا بنتكلم على الاكسبوننشال فور؟ اكس كي بالظبط، اكس اوف كي ماجنيتيود سكوير زائد اكس اوف نيجاتيف كي ماجنيتيود سكوير، ما كانش فيه الاثنين اللي تحت دي. ففي الاكسبوننشال فورم عشان احسب الباور في هارمونيك رقم كي هاخد اكس اوف كي ماجنيتيود سكوير زائد اكس اوف كي اكس اوف ناقص كي ماجنيتيود سكوير. في ساين والكوزاين والبرزنتيشن هيبقى نص بي اوف كي ماجنيتيود سكوير زائد نص اي اوف كي ماجنيتيود سكوير. فبالتالي المعادله اللي تحت ديت دي حسبه التوتال باور بس محسوبه فين؟ في الفريكونسي دومين. طيب ايه سبب وجود النص اللي تحت دوت؟ لو رجعنا للمعادله بتاعت الفوريير سيريز، تلاقي هنا هو الكوفيشنت بتاع الكوزاين اسمه ايه؟ بي كي، مش كده؟ وتعلمنا المفروض في السيركتس لما يبقى عندنا كوزاين ويف يبقى الباور اللي فيها بتساوي كام؟ الماجنيتيود سكوير على 2 بالظبط، الماجنيتيود سكوير على 2 اللي هي بي كي ماجنيتيود سكوير على 2 هي الار ام اس فاليو سكوير، الار ام اس فاليو هي بي كي على جذر 2، مش كده؟ فبالظبط ده اللي حصل من يوم، ان التوتال باور في الهارمونيك ديت او الباور في الهارمونيك دي هي الماجنيتيود سكوير على 2 او اللي هي الار ام اس فاليو سكوير. عشان كده في الساين والكوزاين ريبريزنتيشن بارسيفال بيقول ان التوتال باور هي سميشن الدي سي باور زائد نص بي كي سكوير زائد نص اي كي سكوير. يعني نص ده جه منين؟ بسبب ان هي في ساين وكوزاين، زي ما اتعلمنا في السيركتس الباور والساين والكوزاين هي الماجنتيود اللي جنبها سكوير على 2. فبرضه هنا السؤال ياخد الشكل الاتي، هجيب لك اكس اوف تي اقول لك هات لي فورير سيريز باستخدام الساين والكوزاين والبرزنتيشن، بعد كده هات لي الباور في الدي سي، هات لي الباور في السكند هارمونيك في الثيرد في الفورث. طب عايزين ناكيوليت 90% من الباور زي ما عملنا في الاكزامبل اللي عملناه من شويه.
فهل كده الجزء ده واضح يا شباب ولا مش واضح؟ هو علشان اللي هو مثلا 90 او 95 او كده ابدا اجمع، يعني اجيب كل واحد، اجيب الاولى والثانيه والثالثه وافضل اجمعهم لحد ما يكمل 90. بالظبط كده، هتحسبي اول حاجه التوتال باور بالقانون بتاع التكامل اللي فوق، وبعدين تحسبي الباور في الدي سي والفيرست هارمونيك والسكند هارمونيك، اجمعيهم ونسيبيهم للتوتال وشوف النسبه كام، وقعدي زودي لحد ما تجيبي الرقم المطلوب. تمام شكرا. هل يا شباب الجزئية واضحة ولا في حاجة غامضة فيها؟ أي أسئلة يا شباب؟ آخر إكزامبل عندنا بقى وهنشوف مع بعض هناخده ولا هنلغيه، فانتوا قولوا لي. هل سمعتوا عن حاجة اسمها الفلترز قبل كده؟ هل درستوا الفلتر ولا شيء ولا درستوهاش؟ هو اللو باس فلتر والهاي باس فلتر؟ بالظبط كده، اللو باس فلتر والهاي باس فلتر. درستوها او عارفين شكلها عامل ازاي يعني؟ ممتاز. حلو قوي. يبقى دلوقتي لو انا عندي دول فريكونسي دومين ميجا، وعندنا فلتر ليه ريسبونس عامل كده مثلا. الفلتر ده لو هنسميه نسميه لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ لو باس فلتر. ده لو باس فلتر، ممتاز. وليه كات اوف فريكوانسي كام؟ اوميجا سي. اف سي او اوميجا سي، ممتاز. والجيم بتاعه هنا بواحد والجيم بتاعه هنا بصفر، مش كده؟ واللي احنا رسمينه ده اتش اوف جي اوميجا اللي هو الفريكوانسي ريسبونس بتاعه، مظبوط؟ ده كده اسمه frequency response. يعني اخر حتة frequency response، response بتاع الفلتر بالنسبة لـ different frequencies. فالresponse دوت ان اي frequency من صفر لحد الكاتوف هتتضرب في جين واحد فتعدي زي ما هي، واي frequency بعد الاوميجا كاتوف هتتضرب في صفر فتموت. ده كده اسمه frequency response، response بتاع الفلتر for different frequencies. هل الconcept ده واضح يا شباب؟ تمام. بنفس المنطق الفلتر بتاعنا لو عامل كده ده اسمه ايه؟ high pass. ده high pass filter. واللي كات اوف فريكونسي بكام؟ اوميجا سي. واللي احنا رسمينه ده اسمه ايه؟ اسمه الفريكونسي ريسبونس. ليه سميناه الفريكونسي ريسبونس؟ لان بيقول لنا كده ببساطه ان اي فريكونسي اكبر من اوميجا سي هتتضرب في واحد وتعدي زي ما هي، واي فريكونسي اقل من اوميجا سي هتتضرب في صفر وتموت. الفريكونسي ريسبونس هو اللي بيقول لنا How does the filter respond to the different frequencies? مظبوط؟ هل الفكرة دي واضحة؟ تمام. ممتاز. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا حاجتين منهم علاقة بالفريكونسي. أول حاجة الفوريير سيريز. وطلع إن الفوريير سيريز بتوزع لنا السيجنال بتاعتنا على different frequencies، اوميجا نود واتنين اوميجا نود، او بتقول لنا السيجنال بتاعتنا متوزعه ازاي على الفريكونسيز المختلفه، مش كده؟ وطبعا هنا في النيجاتيف فريكونسي وهنا الكوفيشنت اسمه اكس اوف زيرو، وهنا اكس اوف واحد، وهنا اكس اوف ناقص واحد، وهكذا، مش كده؟ طيب وبالمناسبة اللي احنا رسمينه فوق دوت ده سنجل سايدد. لو احنا بنتكلم على نيجاتيف فريكونسي هتلاقي في الفريكونسي ريسبونس بقى عامل كده،
زي ما بيعمل في البوزيتيف فريكوينسي يعمل في النيجاتيف فريكوينسي، يعني برضه هيبقى موجود من ناقص اوميجا سي لحد اوميجا سي عشان اعمل البوزيتيف زي النيجاتيف يعني. فده له باس فلتر، وهنا نفس الموضوع في الهاي باس فلتر هيبقى هيميت الفريكوينسيز لحد ناقص اوميجا سي وبعد كده يعديهم. دكتور هو احنا كده يعني بقينا بنتكلم على ماسماتيكال برزنتيشن ولا ايه؟ بالظبط، انت هنا وانت بتتكلم على الفوريير سيريز اللي فيها بوزيتيف ونيجاتيف فريكوينسي، فانت كمان عايز تعبر عن الفلتر بتاعك ماسماتيكالي بوزيتيف ونيجاتيف فريكوينسي عشان تعرف تتعامل معاها، مش كده؟ بس هو طب انا ازاي هطبق ده كابليكيشن في الحياه لما اطلع المعادله دي؟ حلو خالص، زي ما عملنا في البوزيتيف والنيجاتيف فريكوانسي في الفوريير سيريز، احنا قلنا ان براكتيكال مفيش حاجه اسمها نيجاتيف فريكوانسي، واللي بنعرف نشوفه هو الساين والكوزاين بس للفريكوانسيز المضاره، مش كده؟ مظبوط. ونفس المنطق الفلتر بجد لما تيجي تخش المعمل تقيس الفريكوانسي ريسبونس بتاعه هتقيس الريسبونس اللي من صفر لحد ما ينهي حتى المجرد. تمام، ومش ههتم بالماثماتيكال برزنتيشن. بالظبط، لما تيجي تقيس في المعمل مش هتعرف تقيس، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف فريكوانسي، مفيش حاجه اسمها كده. فاهم قصدي؟ طب انا دلوقتي ماثماتيكال برزنتيشن يعتبر بيفيدني في ايه؟ ما دام ملوش لازمه في الحياه الواقعيه يعتبر. هو بيسهل التعاملات الرياضيه. يعني التعامل مع الاكسبوننشال اسهل شويه من التعامل مع الكوزاين والساين. انا قصدي نكتب اكسبوننشال بس من غير ما نكتب الجزئيه النيجاتيف بتاعته. يعني لا، لو كتبت اكسبوننشال من غير الجزئيه النيجاتيف يبقى انت لخبطت الدنيا، لان انت ما فيش حاجه اسمها فريكوينسي نيجاتيف ولا بوزيتيف. يعني الاكسبوننشال لوحدها ما تنفعش، لكن الاكسبوننشال اللي فيها بوزيتيف جنب اللي فيها النيجاتيف لما يتجمعوا مع بعض يدوك الساين والكوزاين اللي انت عارفهم. فاهم قصدي؟ تمام، فهمت. يعني انت تعرفه الساين والكوزاين، لما تفكها بأولى الإيكويشن هي مستحيل تجيبها بوزيتيف ونيجاتيف فريكوينسي، اللي هي يسمع الجي. الساين هي بوزيتيف ونيجاتيف فريكوينسي، مش كده؟ مظبوط يا دكتور. تمام. طيب فأول حاجة اتعلمناها الإيه؟ الفوريير سيريز دي. الحاجة التانية اللي اتعلمناها الفلترز. فتخيل معايا بقى لو حطينا الاثنين جنب بعض، يعني ايه؟ يعني قلت لك مثلا، خليني اعمل كده، فتخيل معايا ان في فلتر عندنا حطيناه، والفلتر ده ليه فريكوانسي ريسبونس عامل كده. فالفريكوينسي ريسبونس بتاعه هسميه اتش اوف جي اوميجا. فدلوقتي الفريكوينسي اللي عند الصفر هتتضرب في جين كام في الفلتر بتاعنا؟ المفروض واحد اللي هو اتش اوف جي زيرو، يعني قيمه الفانكشن دي عند الصفر. طيب الفريكوينسي اللي اسمها اوميجا نود هتتضرب في جين كام؟ واحد برضه اللي هو اتش اوف جي زيرو. طب الفريكوينسي اللي اسمها ناقص اوميجا نود هتتضرب برضه في واحد، وكل الفريكوينسيز اللي في المنطقه ديت هتتضرب في جين واحد اللي هو لحد ناقص 3 اوميجا نود ولحد لحد 3 اوميجا نود. لكن من اول 4 اوميجا نود ايه اللي يحصل؟ هتتضرب في صفر. هتتضرب في صفر فتموت. وكذلك من الناحية التانية ناقص 4 وناقص 5 هتضرب في صفر في اتنين. يبقى دلوقتي الفلتر ده عمل ايه؟
سمح شوية frequencies عادي موت شوية frequencies أخرى، مش كده؟ مظبوط. وهو ده by definition وظيفة الفلتر. وظيفة الفلتر إنه يسمح لشوية frequencies يعدوا ويموت شوية frequencies أخرى. طيب هل الكونسبت ده واضح يا شباب ولا في مشكلة؟ هو بيخليهم يعدوا زي ما هم صح؟ لا، بيتدربوا في الجين. يعني هو لنا اسمه ده ايديال فلتر، فايديال فلتر الجين بتاعه بواحد هنا وبصفر هنا، فهيتدرب دول في واحد فيعدوا زي ما هم، ودول يتدربوا في صفر يتدربوا في صفر يموتوا خالص. يعني اللي انا اسمه ده اسمه ايديال لو باس فلتر، وده اسمه ايديال هاي باس فلتر. لكن الفلتر بجد شكله مش عامل كده، الفلتر بجد شكله عامل كده اللي هو بالاحمر ده، وده يعني اللي بالاخضر ده ده الايديال، اللي بالاخضر ده ده ايديال فلتر، سميه خلينا نسميه اتش اي اتش ايديال. لكن البراكتيكال فلتر الريسبونس بتاعه مش فلات كده، البراكتيكال فلتر اللي هو بالاحمر دوت هسميه اتش اوف جي اوف اتش اوف جي اوميجا، ده البراكتيكال او الاكتوال فلتر. الجيم بتاعه مش ثابت ولا حاجه، ده بيتغير بس، هو في حته الجيم بتاعها عالي وحته الجيم بتاعها قليل. كويس. ومن هنا بقى بيجي السؤال المهم، يبقى لما السيجنال دي تعدي على الفلتر ده ايه اللي يطلع؟ يعني عند الفريكوينسي اللي اسمها دي سي، هنا عند الفريكوينسي اللي اسمها دي سي ايه اللي يطلع في الاوت؟ يعني تخيل معايا ان اللي فوق ده هو الاوت بتاع الفلتر، اللي يطلع في الاوت بتبقى عامل ازاي؟ هو اكس اوف زيرو بس مضروب في كام؟ في اتش جي، وحط الاوميجا بصفر مش كده؟ هشوف الريسبونس بتاع الفلتر بكام واحط فيه الاوميجا بصفر. ده اللي هو براكتيكال صح؟ اللي هو براكتيكال، هنتكلم على براكتيكال دلوقتي. طيب عند الاوميجا نود ايه اللي يطلع عند الاوميجا نود؟ شوف واحد والاتش اوف جي واحد. مظبوط. اتش اسف اكس اوف واحد في اتش of J أوميجا نود، هو الفريكوانسي اسمها أوميجا نود. طيب عند الناقص أوميجا نود إيه اللي يطلع؟ X of ناقص واحد مضروبة في كام؟ في H of ناقص J أوميجا نود. كل فريكوينسي هتخش على الفلتر هتشوف الفلتر ريسبونس بتاعه كام وتتدرب في الفريكوينسي ريسبونس بتاع الفلتر، صح كده؟ يبقى الانبوت بتاعنا ده هنسميه اكس اوف تي، والاوتبوت بتاعنا ده هنسميه واي اوف تي. هل يا ترى الكونسبت ده واضح ولا مش واضح؟ يعني طبعا ده هيتكرر بقى عند 2 اوميجا نود و3 لحد ما ينهي ولحد الناقص ما ينهي. هل الكونسبت بتاع الفلتر ده واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح. واضح. واضح، حلو قوي. يبقى لو انا عايز اكتب اكس اوف تي باستخدام الفورير سيريز هكتبها ازاي؟ سميشن على كي الناقص ما ينهي ما ينهي اكس اوف كي يوس جي كي اوميجا نوتي. طيب لما اكس اوف تي دي عدت على الفلتر الاوتبوت اللي يطلع يبقى عامل ازاي؟ واي اوف تي الاكس اوف تي في الريسبونس بتاع الفلتر بالظبط، مش الاكس اوف تي بقى. لما نبص كده اكن اللي انا رسمه هنا دوت اللي هو تحت ده، الاكس اوف كي بتاعت كل فريكونسي هتتضرب في الاتش of J K أوميجا نود، يعني H X of zero ضربت في H of J zero، X of واحد ضربت في H of J أوميجا نود، X of اثنين تضرب في H of اثنين J أوميجا نود. أنا عندي سؤال. هو
واحنا هنا كاتبين ان الاوتبوت واي اوف تي واحنا رسمين الريسبونس بتاعها في الفريكوانسي، فهو كده يعني هو في حاجه اسمها واي اوف كي او كده ولا ايه؟ اه بالظبط كده. يعني انا ممكن اقول ان الاكس ممكن اقول ان الاكس اوف زيرو في اتش اوف جي زيرو، ده هكون هنكتبه كمان شويه، هو ده الواي اوف زيرو، يعني ده الفورير سيريز كوفيشنت بتاع الاوتبوت اللي اسمه واي، وال اتش واحد في اكس واحد في اتش اوف جي اوميجا نود ده الواي اوف 1، وأكن الـ x of ناقص 1 في h of j ناقص 1 ده أكنه الـ y of 2. يبقى أكن هنا بكتب الـ Fourier series coefficient بتاع مين؟ بتاع الـ y of t، صح كده؟ يبقى الـ Fourier series coefficient للـ output y of t هو الـ Fourier series coefficient للـ input x of t مضروب في إيه؟ الـ frequency وبالتالي يبقى الـ y of t هي x of k في h of j k اوميجا نوت t، ده كله على بعضه كده ده اللي احنا هنسميه دلوقتي y capital of k، طبعا مضروب فيه ما ننساش الـ e اس j k اوميجا نوت t. يبقى دلوقتي لو انا عندي سيجنال جبت لها فورير سيريز ادخلها على فلتر اقدر احسب الفورير سيريز بتاعه الاوتبوت ببساطه شديده، ان هاخد الاكس اوف كي بتاعه الانبوت هضربها في الفريكوينسي ريسبونس بتاع الفلتر عند كل فريكوينسي بيطلع هي ديت واي اوف كي اللي هي الفورير سيريز كوفيشنت بتاعه الاوتبوت. يبقى الكلام ده كده سميشن على k من ناقص ما نهاية ما نهاية y of k في e اس j k ميجا نوت. دكتور لو سمحت اتفضل يا باشمهندس. هو كده الفلتر يعتبر يعني قلل الباور ولا زود الباور بتاعت السيجنال اللي داخله له؟ قللها، لان هو موت فريكونسيز، هو في فريكونسيز منعها تعدي او ضربها في جين قليل، فان ترمز اوف باور هتلاقي الباور اللي طالعه اقل شويه من ده. دكتور هو شكله ايه بقى في التايم دومين؟ احنا عرفنا شكله في الفريكوانسي، لو عايزين بقى نشوفه في التايم يعني يبقى شكله عامل ازاي؟ الاكزامبل اللي جاي هجاوب سؤالك بالظبط، خليني اروح بسرعه عليه ونرجع تاني نكمل المناقشه بتاعتي. يعني الاكزامبل دوت دخلنا السكوير ويف اللي احنا حسبناها من شويه، السكوير ويف اللي احنا حسبناها من شويه اللي كان شكلها عامل كده، دخلناها على لو باس فلتر. اللو باس فلتر دوت ليه فريكوانسي ريسبونس عامل كده. طيب واعتقد انتوا شفتوا الكلام ده في السيركتس، فاللو باس فلتر يموت او يمنع السادن تشينج، صح كده؟ اي سادن تشينج يعتبر هاي فريكوانسي. مش انتوا معايا في الحكايه دي ولا مش معايا؟ او ممكن تاني هندخل السكوير ويف دي على لو باس فلتر شكله عامل كده، مقاومه ار ومكثف سي، ار سي سيركت بسيطه خالص اهي. تفتكروا لما ندخل السيجنال دي هنا على الانبوت الاوتبوت يطلع عامل ازاي؟ هنا المكثف ينفع يتشحن فجأة للفولت دوت ولا هياخد وقته في الشحن؟ هياخد وقت اللي هو تاو بالظبط، فهتلاقي الاوتبوت عامل كده. طيب وهنا لما المكثف الانبوت فولتج يتغير فجأة ينزل للصفر، المكثف هيفرغ فجأة والاوتبوت يبقى بصفر فجأة ولا الاوتبوت ينزل براحته برضه؟ لا هينزل براحته بالظبط. فاللي بالاحمر ده هو الاوتبوت اللي هيطلع، واللي بالاسود ده الانتر. فانت مدخل سكوير ويف فيها فريكوانسي هارمونكس كتير قوي، لكن الشكل ده هو لو باس فلتر. الار والسي دول جنب بعض بالمنظر ده هما لو باس فلتر. فاللو باس فلتر يعدي اللو فريكوانسي يموت الهاي فريكوانسي.
اي sudden change بالمنظر ده، النقله من صفر لواحد او من واحد لصفر، دي تعتبر high frequency content. انت تغيرت في لحظه او تغيرت بسرعه شديده من الصفر لواحد او من واحد لصفر، this is high frequency. فبما ان الفلتر ده low pass filter بيموت الهاي فريكونسي، فهتلاقي ان الاوتبوت اللي طالع في حته الايدج ديت مش هينفع هو يطلع هاي فريكونسي، دي بيموتها. فاللي بيطلع هو الجراديوال او السلو تشارجنج وديستشارجنج ده كويس. فلما نيجي نبص على الماتلاب، في الحقيقه الاكزامبل ده عمل كده، خد على الماتلاب جاب الاتش، جاب الاكس اوف كي اللي احنا عارفينها وحسبناها الاكزامبل اللي فات، ضربها في الفريكوانسي ريسبونس وقعد يجمع الترمات، فطلع الشكل بتاعنا عامل كده اهو، ان هو سيجنال بتشحن بالمنظر دوت زي ما انتم شايفين كده، مش هيطلع فجاه، هيقعد كده يشحن براحته خالص وبعد كده يبدا ينزل مره اخرى، يجي هنا يديستشارج براحته. فاللي ده هو الاوتبوت واي اوف تي، ده الاوتبوت واي اوف تي اللي هيطلع، على الرغم من ان الانبوت اللي داخل كان اهو اللي هو السادن تشينج دوت، كان طالع فجاه كده. لو السادن تشينج ده عباره عن هاي فريكونسي كونتنت، الفلتر بتاعنا مش هينفع يعديه. فهل كده الفكره واضحه ولا مش واضحه؟ اتفضلي يا باشمهندس. هو انا فهمت الحته اللي هي بتاعه الشحن، بس الجزء الثاني بقى هو نازل زي انا مش فاهمه. طيب ما هو بنفس المنطق، يعني اذا كان في اثناء الشحن هنا في sudden change حصل والمكثف ما لحقش يتغير معاه بيشحن براحته خالص، ففي النقطه دي الاوتبوت بتاعنا في سي سي او وات ايفر، وانت فجاه الانبوت خليتيه بصفر، فالمكثف هيبدا يعمل ايه؟ ديستشارج، مش كده؟ هو مشحون بالظبط، فهو دلوقتي في الديستشارج مود. واضحه كده الفكره؟ تمام. فيبقى دلوقتي اللي احنا درسناه ده في الحقيقه بيكمبلمنت اللي خدناه في السيركتس. المكثف بيشحن وبيفرغ، ومن وجهه نظر الفوريير سيريز ده لو باس فلتر، والفريكونسيز دي عدت بجين قليل ودي بجين كبير، فبالتالي مش كل الفريكونسيز عرفت تعدي. وهكذا. طيب فهل الفكره دي واضحه يا شباب ولا مش واضحه؟ واضحه. طيب هل نعرف نجيب الفريكونسي ريسبونس للار سي فلتر دوت؟ هو هنا جيفن، يعني هنا مدي لك الفريكونسي ريسبونس بتاع الار سي فلتر بالمنظر دوت. معرفش انتوا درستوا ازاي تحسبوه ولا ما درستوش حاجه زي كده؟ لا ما خدناش، هذه اول مره ناخد. كويس، هتاخدوه بالتفصيل في السيركس ان شاء الله. فلو جالنا سؤال في الامتحان هيجي يا اما ايديا الفلتر اللي هو الجيم بتاعه بواحد وينزل صفر، او هيجي لنا فلتر هقول لك ادي الفريكونسي ريسبونس بتاعته. ماشي، فسوى كده سوى كده، ما تقلقش من الحته دي، مش هطلب منك ان انت تحسب الفريكونسي ريسبونس، لكن يا اما هقول لك ان هو ايديا الفلتر و ال flat response بواحد ينزل صفر، او هديك الفريكونسي ريسبونس. كويس كده؟ فلما اجي اطلب منك بقى الاوتبوت تعمل ايه؟ تقول لي تمام، انا دلوقتي عارف ان الاكس اوف تي اللي شكلها عامل كده ديت، اكس اوف كي بتاعتها كانت بتساوي كام؟ 2 تي نود على تي في سينك كي في 2 تي نود على تي اللي احنا استنتجناها في الكام اكزامبل اللي فاتوا. يبقى السيجنال دي لما تعدي على الفلتر الاوتبوت اللي يطلع يبقى عامل ازاي؟ او ليه فورير سيريس كوفيشنت عامله ازاي؟ الواي كي تساوي كام؟ الاكس اوف كي في الريسبونس بتاع الفلتر. بالظبط، اكس اوف كي في الفريكونسي ريسبونس اللي هو اتش اوف جي كي اوميجا نوت، يبقى هيساوي، نكتب كده مع بعض. لاحظوا برضه ان الكهرباء قطعت، فاللابتوب بتاعي مش هيستحمل كتير، فلو اختفيت عن الميتنج اسبوع عليا اشغل اللابتوب التاني. يبقى اكس اوف كي بتساوي 2 t
تي نود على كابيتال تي في سينك كي 2 تي نود على كابيتال تي. ده الجزء الاولاني اللي هو مين اكس اوف كي. الجزء الثاني اللي هو اتش اوف جي كي اوميجا نود، هو كان لو تفتكروا نرجع للمعادلة كان واحد على ار سي غالبا جي اوميجا واحد على ار سي كمان كويس. فواحد على ار سي ده كونستنت وتحت هنا جي اوميجا، هشيل الاوميجا اكتب مكانها كي اوميجا نود مش كده؟ احنا قلنا هو كان اتش اوف جي اوميجا وبدأنا نعوض على كل اوميجا بكي اوميجا نود، فانا شلت الاوميجا خليتها كي اوميجا نود زائد واحد على ار سي. وبالتالي الاوتبوت سيجنال واي اوف تي هي السميشن على كي ناقص ما نهايه ما نهايه الواي اوف كي اللي مكتوبه فوق ديت في اس جي كي اوميجا نود. لو كان الفلتر بتاعنا ايديال وبيعدي كومبوننتس معينه والموت كومبوننتس اخرى، الواي اوف تي هيبقى السميشن على الكومبوننتس دي بس. يعني مثلا الفلتر اللي بالاخضر دوت هو الايديال، يبقى الاوتبوت اللي طلع منه عامل ازاي واي اوف تي؟ يبقى السميشن من فين لفين؟ ناقص 3 ل 3 بالظبط، اصلا من ناقص 3 ل 3 فقط، لان هم دول الفريكونسيز اللي عدوا والباقي كله مات. يبقى من ناقص 3 ل 3 واي اوف كي في اي اس جي كي اوميجا نوت كي. طبعا هنا واي اوف كي بالصدفه هي اكس اوف كي، اعتبار ان الاتش واحد مش كده؟ فلو هنتكلم على الايديال فلتر، الايديال فلتر هيدينا الاوتبوت بالمنظر. دكتور اتفضلي يا باشمهندس. هو احنا اخذنا انه حاجه اسمها اكس اوف تي واكس اوف كي، هو ليه هي ليش معنى الفلتر اف يعني موجود فيه جي اوميجا مش زيهم كي ولا تي؟ هنتعلم دي ان شاء الله في شابتر فورير ترانسفورم على طول. يعني انا هنا سبقت الاحداث سنه، الاتش اوف جي اوميجا ديت هنتعلمها مع الدكتور لي، او هيبقى ساعات ممكن نسميها اتش اوف اوميجا بس، يعني في بعض الكتب تكتبها اتش اوف اوميجا وبس، يعني عشان برضه ايه ما نلخبطش الدنيا، في بعض الكتب تكتبها اتش اوف اوميجا وتسكت، وبعض الكتب تكتبها اتش اوف جي اوميجا، ودي هنتعلمها مع الدكتور لي ناخد في ترانسفورم. يعني ده دومين مختلف غير اللي احنا بنتعامل فيه ولا ده ايه؟ لا كور فريكونسي، بس الفرق ما بين اللي احنا اخدناه والدومين دوت ان اللي احنا اخدناه كان ديسكريت، كانت الفريكونسيز اوميجا نود 2 اوميجا نود 3 اوميجا نود كانت ديسكريت فقط، لكن اللي بالاحمر دوت او اللي بالاخضر كونتينوس لو تاخدي بالك. فهنا الدومين بتاعنا هو الفريكونسي لكنه بس كونتينوس مش ديسكريت. تمام؟ تمام شكرا. شكرا. فكده يبقى احنا وصلنا افندم كده مش هنستعمل الهاي باس فلتر صح؟ يبقى اللو باس فلتر بس. اي فلتر يعني ممكن ادي لك هاي باس فلتر يبقى هتصمم فريكونسي معينه للمنهاية او نفس احنا كده الفريكونسي عالي ما نستعملهاش كده. مين قال؟ ما ممكن تكون مهمه في حاجات يعني على حسب. تمام ماشي شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. فيعني انا عايزكم بس الجزء ده كده انا عملته بشكل مختلف معاكم، فمالكوش دعوه بالمكتوب دوت، هنعمل زي ما انا عملت كده وهيطلع في الاخر ادي الواي اوف كي. لما تبص عليها تلاقيها عباره عن تو كومبوننتس، الكومبوننت دي اللي هي اكس اوف كي، الكومبوننت دي كده هي x of k، والكومبوننت دي هي h of j اوميجا اللي فوق، بس عوضنا عن الاوميجا بكام؟ بجي اوميجا نوت، بكي اوميجا نوت. فدي هي h of j عوضنا عن الاوميجا بكي اوميجا نوت. فبالتالي ال y of k بتاعتنا هي ال H of J وهبدل الأوميجا بK أوميجا نوت في H في X of K. تمام؟
فهنا بس هو بقى ادالك شويه ارقام، ادالك الار سي واحد وادالك مش عارف التي على تي نود بربع، يعني هتعوض بالارقام ديت هيطلع معاك ادي الشكل بتاع الفورير سيريز كوفيشنت للاوتبوت. لو خدت بقى التيرنات دي وجمعتها من ناقص ما نهايه ما نهايه يديلك المنظر بتاع المكثف اللي بيشحن وبيفرغ ده. ويبقى هنا اللي خدناه في الفورير سيريز يتفق في الحقيقه مع اللي اخدناه في السيركت من ناحيه ان المكثف مش هياخد، مش هيكون في سادن تشينج وهيدينا شحن وتفريغ بوقت وتايم كونستنت. هل في اي اسئله شباب في الجزئيه دي؟ هو حاجه ما قلت ان يبقى الفلتر ايدل، كان ايه اللي كان بيحصل في القانون بتاع الواي او سي؟ اه بدل ما السمشن هيبقى ناقص من نهايه ما نهايه، يعني هنا العامل السمشن من ناقص من نهايه ما نهايه، السمشن بس هنا على الهارمونكس اللي عدت، ان هنا الايديال فلتر صريح هيعدي الهارمونكس من ناقص 3 ل 3 وهنوت الباقي، فيبقى السمشن من ناقص 3 ل 3 او من متابعة الهارمونكس. تمام؟ تمام. ولما نبص هنا كده هو هنا رسم لنا في الحقيقة الوايف كي، يعني هنا في الرسمة ديت هو راسم وايف كي. فلما نبص كده مع بعض نلاقي ان فعلا في الهاي فريكونسي كومبوننت تقريبا كلهم ماتوا كومبوس فور، حتى ان الفلتر مش ايديا لكنه عند بعد فريكونسي معينه الجين هيبقى صغير قوي، والجين عمال يزيد شويه بشويه قرب الايه الدي سي. طيب هل كان في اي اسئله في الجزئيه دي يا شباب ولا الدنيا واضحه؟ شباب اي اسئله في الجزئيه ولا الكلام واضح؟ واضح. ممتاز. وكده يبقى احنا خلصنا الشابتر بتاع الفورير سيريز. تمام. وباذن ربنا بعد الامتحانات اعمال السنه هنتقابل مع دكتور وجدي ناخد الشابتر الجديد ان شاء الله. وربنا اراد على اخر الترم هنتقابل مرتين كمان او مره نتكلم على شابتر جديد انا مع حضراتكم. طيب الميد تيرم بتاعنا زي ما قلنا بالنسبه لي هيبقى لحد الجزء بتاع بارسيفال قبل ما نخش في الساين والكوزاين. انا معلم عليه هنا في السلايد الميد تيرم بتاعنا لحد هنا. اي حاجه قبل كده هو كل اللي خدناه المرات اللي فاتت، النهارده بس زودنا حسبه الباور مش اكتر من كده، لكن الساين والكوزاين والبرزنتيشن ده مش داخل في الميد تيرم، داخل في الفاينل. طيب الميد تيرم بتاعنا باذن ربنا هيكون يوم كام؟ يوم الاربعاء مش كده؟ صح ولا غلط؟ شفت الجدول ولا ما شفتوش؟ شباب انتوا معايا ولا الكونكشن فصلت؟ اه دكتور بس انا مش فاكر الصراحه. تمام هو يوم الاربعاء على ما اذكر يعني. انا اتناقشت مع دكتور وجدي والميد تيرم هنحاول نخليه ام سي كيو. فباذن ربنا الجزء بتاع الدكتور وجدي شابتر واحد كله هيبقى ام سي كيو، وكذلك الشابتر اثنين بتاع الفورير سيريز هنخليه برضو ام سي كيو. فالفورير سيريز كونتينوس تايم فورير سيريز هو الشابتر الاولاني هيبقى ام سي كيو. طيب احنا ما شفناش اسئله ام سي كيو. اتفضل يا باشمهندس. يعني كده جزء شابتر 2 احنا نقعد نوصل الايكويشن لحد سمبلست يعني فورم وبعد كده هتكون موجوده في التشويس صح؟ حاجه زي كده يعني عشان نقرب للموضوع شويه احنا هنبعت لكم سامبل كويستشنز تتمرنوا عليه. فاللي احنا اتعلمناه هو هنحسب المعادلات والتكاملات والباور، كل اللي احنا اتعلمناه هنستخدمه وهنبعت لكم سامبل كويستشنز كده باذن ربنا يعني سون، بحيث تتدربوا تشوفوا يعني هنتسال ازاي. هيبقى هنحسب التكاملات ونحط الرقم في الاخر، هيبقى معادله، هيبقى كذا، هيبقى كذا. يعني هنحاول نبعت ان شاء الله سامبل كويستشن لحضراتكم بحيث يبقى عندكم تصور شكل الامتحان عامل ازاي.
تمام؟ برضه دكتور هيبقى الفاينل كده ولا لسه الفاينل متحددش؟ هو وكان ميجا للفاينل طبعا، احنا بنحاول نجهزكم للفاينل. وساعتها هنبلغ حضراتكم بالقرار النهائي، يعني غالبا هيبقى الفاينل شكله عامل كده، وهنحاول اثناء الترم نمرنكم اكتر على اسئله بالشكل ده. دكتور رزاق اتفضل يا باشمهندس. هو دلوقتي طيب لما يجي اللي هو الكورير سيريز، لما تيجي في الام سي كيو، طب حضرتك هتجبرنا بقى في حاجه؟ يعني في السؤال هل هيبقى مثلا في حاجه بتقول لنا نشتغل اكسبوننشال ولا تريجنومتريك، بحيث ان احنا نوصل للفورم اللي مطلوبه مننا في الام سي كيو؟ اه طبعا، يعني السؤال هيبقى واضح جدا، ما تقلقيش، مش هيكون في اي امبيجوتي. السؤال هيبقى واضح ان احنا عايزين نمشي في باستخدام التريجنومتريك فورم او الاكسبوننشال فورم. احنا كده كده في الميد تيرم قلنا الشكل الساين والكوزاين مش داخل معانا، هيخش بس الاكسبوننشال فورم، لكن السؤال هيبقى واضح ما فيش اي شيء. اي اسئله يا شباب؟ في فورم لشيت يا دكتور ولا لا؟ سو فار لا، مفيش فورم لشيت، هما معادلتين اللي عندنا اكس اوف تي بتساوي واكس اوف كي بتساوي، في غيرهم ولا انا بتهيالي؟ هما المعادلتين دول بس، مش غيرهم، مش محتاجين فورم لشيت. أيوة. يمكن على اخر الفاينل هيبقى فيه، ربنا يدبر يعني قبل على الفاينل ده، عشان يكون فيه اربعه ترانسفورم بقى، ممكن ايه الجول يخشوا في بعض وماشي، ساعتها نتكلم في حاجه زي كده، لكن في الميد تيرم هما كلهم معادلتين مفيش غيرهم يعني. ما اعتقدش ان في فورم لشيت. تمام؟ طيب اي اسئله يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، شكرا. حلو خالص، ذاكر كويس، نشوفك ان شاء الله في الميت او بعد الميت تيرم ان شاء الله، نكمل المحاضرات مع الدكتور. وانا هحط ان شاء الله الهاند اوت ديت على ال ام اس على طول. مش شكرا ليك، ونشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه.